الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد أنبل وأشرف رجال مصر، الأبطال الكتيبة 103 صعقة، الأبطال اللي عمرنا ما هننسى تضحياتهم أبدا، وهنفضل كده نقول ونتكلم والقوالة كده مستمرة. هنحكي عن ذكرى كمين البرث والفرقة 103 صعقة. عظم شهيدك، كل دم يسيل على أرض مصرية، عظيم الجاه، قول كل حرف في اسمه وتهجاه. المجد للشهداء، النهاردة بنحتفي والنهاردة بنفتكر مع حضراتكم البطل المنسي قائد فرقة 103 صعقة، شبراوي مغربي، أسامي محفورة في ذاكرة كل المصريين وفي ذاكرة الوطن، ضحوا لآخر لحظة في حياتهم عقيدة واحدة، الموت، الاستشهاد أو الحياة بشرف. يوم من أيام مصر العظيمة، كلهم أساطير، ملحمة سطرها كل بطل وكل جندي زي النهاردة في الاعتداء الإرهابي اللي حصل السنة اللي فاتت على كمين البرث في شمال سيناء. فضلوا لآخر لحظة بيدافعوا عن نقطة حصينة من أرض مصر ومن تراب الأرض دي. تحية لروحهم في السماء، تحية لروح شهداء مصر أنبل وأشرف الرجال. صباح الخير على حضراتكم جميعا، وحلقة جديدة من صباح أون. صباح الخير عليك يا أسماء. يسعد صباحك يا محمد، وصباح الخير والأمن والأمان وصباح الوفاء ورد الجميل والإخلاص والشكر، الشكر كل الشكر لحد لما تنتهي كل كلمات الشكر لكل جندي مصري ولكل شهيد مصري ولكل مصاب مصري على نعمة الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. وبنشكر كل أم وكل زوجة ضحت وقدرت ان هي تعيش وتكمل حياتها كمان في غياب البطل. ذكراهم وقصصهم مش هتنتهي ابدا، وما نقدرش ان احنا ننساها، خصوصا لما يكونوا هم في حياتهم مش بس كانوا ابطال حرب او محاربه ارهاب وحياه صعبه او عسكريه وعقيده واحده، اما النصر او الشهاده. لا، ذكراهم هتفضل خالده لانه فعلا ربنا حط فيهم كل الصفات اللي احنا بنتمناها في مجتمعنا النهارده. سمعنا قصص واهالي الشهداء وزوجاتهم وهم بيتكلموا عنهم في مؤتمرات كتير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. حقيقي لما تسمع عن شخص ماشي في الشارع ويحزن او يتألم قلبه لمجرد ان حد اكل حاجه في عربيته ورمى الزباله في الشارع، او ما يقدرش يشوف ست في الشارع الواقفة لوحدها إلا ما يسألها إذا كانت محتاجة حاجة أو يقدر يوصلها المكان، طول الوقت ماشي خايف على كل حاجة موجودة في البلد، حابب كل الناس، حابب كل قرايبه، بيساعد كل الناس. وكان يقول خصوصا الشهيد العظيم المنسي كان بيقول لمراته قبل ما يعني بيستلم مرتبه قبل ما يروح البيت يا محمد، يقول لها هطلع حق ربنا في المرتب ده، مع أن للعلم مرتباته مش المرتبات اللي احنا بنتخانق عليها دلوقتي او اللي الناس بتتكلم فيها، عايشين زينا ويمكن اقل، لكن هم احسن مننا في حاجه، ان ربنا حط في قلوبهم الرضا وان احنا حاسين باللي بيحصل في البلد، لانه فعلا هم اللي عايشين وهم اللي على خط النار وهم اللي شاربين كل حاجه واول خط. وفي نفس الوقت ربنا حاطط عندهم البركه، البركه في المال وفي الصحه وفي العيال وفي الزوجه وفي الام والاب والصبر والجلد. صحيح. فقدروا يا محمد ان هم يكونوا مثل للمصري المشرف على الارض، نفس المصري اللي في المعركه. عشان كده النهارده أسمى في الذكرى السنويه الاولى للملحمه اللي احنا شفناها من سنه، محتاجين نفكر حضراتكم، محتاجين حضراتكم كمان تعلموا ولادكم، ده مهم جدا. الاسامي اللي كانت في الموقعه دي تحديدا كمين البرث، اسامي بتتدرس دلوقتي في كل الاكاديميات العسكريه، ازاي فكره الاصرار، ازاي انه العقيد احمد المنسي رفض انه يتم اسعافه او يتم انقاذه الا اذا اطمن على كل رجالته زي ما بيقولوا كده في الميدان. بجد تحيه لارواحهم، احنا موجودين بفضلهم واحنا مع حضراتكم بفضلهم، وكل واحد رايح شغله بيمارس حياته كل يوم بفضل هؤلاء الابطال، انبل من انجبت مصر. بجد كل الكلمات طبعا بشتفي حقهم، الدماء طاهره وبتسيل، ودايما كل جندي، كل واحد في القوات المسلحه او في رجال الشرطه النموذج والقدوه هو المنسي. يعني المنسي ما ماتش، المنسي موجود في كل بطل، ذكراه موجوده، احساسه بالارض انه موجود في مهمه مقدسه، حلمه هو منسي زي ما بيقولوا منسي الاسم بالظبط، ومنسي الرياء ومنسي الدعايه ومنسي النجوميه،
بس هو مش ممكن يكون منسي الذكرى ولا الرجولة ولا الرمز ولا المثل ولا الزوج أو الأب والأخ والقائد. وحاطط مصر دايما قدامه. صح. يعني إحنا يعني المنسي كان هدفه. ولما الواحد يقرأ كده شوية في القصص الخاصة به أو بالأبطال كلهم، على فكرة كلهم الأبطال ليهم كل التقدير والتحية، كان حلمهم وهم لسه طلبة في الكلية الحربية إن هو يموت شهيد، إنه يستشهد. وكان دايما بيقول لزوجته كده، ده منايا في الحياة، هدفي الأسمى إن أنا استشهد على ارض. صح. المعركه من اجل الحفاظ على تراب بلدي. حتى هم بينعوا بعض. يعني لما احد منهم يستشهد كان دايما لما يجي ينعي بعد ما يخلص النعي في اخر كلمتين لازم يكتب غدا يعني يكون لي موعد معاك مش عارفه كذا سالحق بيك. صحيح. يعني صحيح. دايما هم عندهم اصرار على الشهادة، حتى مش بس علشان ياخد بطار زميله أو ياخد بطار القائد، لا ده دي عقيدة. يعني لازم هوصل لآخر قطرة دم في جسمي، لآخر طلقة في, 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 في سلاحي، هفضل أحارب. صح. إما النصر أو الشهادة. فحقيقي يعني يستاهلوا مننا كل سلام وتحية، وسلام على من يقاتلون بالليل وفي الصباح بالأكفان قد عادوا. بجد ربنا يا رب ينصر ينصر جنودنا في سينا دلوقتي، ويرحم شهدائنا يا رب، ويجعل رحمة ربنا تنزل علينا إنا بحقهم. صحيح. يعني إحنا يا رب نعيش مستورين ونعيش في أمان وفي أمن وفي أمان، بس بحق ما ضحوا بحياتهم وشكل الحياة كله تغير، سواء كانت الزوجة أو الأولاد، الأم والأب. وربنا كده زي ما بيقولوا دايما بيطبطب. صحيح. يعني عارف محمد بيعوض بيد صبر وجلد غريب. ايده رحيمه، ربنا ايده رحيمه على كل ولاد الشهداء، بيبرد قلوبهم. صح. وزوجاتهم. حمزه احمد المنسي، حمزه. صح. ابنه كان بيحلم وقال كده انا عايز ابقى بطل زي ابويا، فده شرف، ما بعده شرف. وتعالوا نشوف مع حضراتكم دلوقتي الفيديو السريع ده، وقصص وذكريات وكلام عن ابطال الكتيبه صاعقه 103. انا مش جايه النهارده اتكلم عن احمد منسي البطل، انا جايه اتكلم عن احمد منسي الانسان، المواطن العادي، المواطن اللي كان بيمشي في الشارع، اي انسان كان بيقابله محتاج مساعده سواء يعرفه او ما يعرفوش كان لازم ينزل يقدم له المساعده اللي هو عايزها، وبعد كده يبقى يروح بيته. اليوم اللي كان بيستلم فيه الراتب بتاعه كان بيتصل بيا في الطريق يقولي انا النهارده استلمت المرتب ورايح الاول اطلع حق ربنا في الراتب ده، واللي يتفضل لينا نبقى نعيش بيه. والله ربنا كان بيبارك في اللي بيتفضل. كان دايما يقول لي كلمته المشهورة قوي، هو ده اللي هيفضل لنا في القبر. كان بيحب مصر، كان دايما يقول لي أنا بغير على بلدي. كتب في مصر وقال شجرة أنت يا مصر من عمر التاريخ، أعلم أنك فانية فلا شيء باق، ولكنك ستفنين عندما يفنى التاريخ. كان بيدعي انه يستشهد مقبل مش مدبر، وماسك سلاحه في ايده. يوم 21 مارس 2016 كتب على صفحته وقال اذكر نفسي واذكركم اخواني المرابطين، واستشهد بالآية الكريمة يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. صدق الله العظيم. كان كاتب الشهادة على الخوذة بتاعته من بره بالقلم، ولما سألوه قال لهم مش يمكن ملحقش أقولها. كان مجهز الأفرول اللي هيدفن معاه في القبر، كان مجهز المقابر قبل استشهاده بشهر، كان مجهز وصيته إنه لا يغسل ولا يكفن وإنه يدفن بالملابس اللي حارب بيها، وكأنه كان على يقين دائم إن ربنا في الآخر هيرضيه وهيختاره شهيد. أحمد بعد ما استشهد لقيناه كاتب جواب بخط إيده، المفاجأة إن الجواب ده كاتبه لعدوه. اسمحوا لي أقرأ لكم بعض أجزاء من الجواب ده. جزيل الشكر لعدوي اللي أتاح لي الفرصة بعد سنين من التدريبات إني أواجهه. شكرا ليك انك دخلتني ارض مرويه بدم ابائي واجدادي اللي ضحوا بالنفيس والغالي. دخلتني ارض الفيروز بافرولي
وخلتني أصلي في كل شبر فيها. هيروح مننا واحد في غيره ألف بيتسابقوا على دورهم في الشهادة، بس أقسم بالله ملكش عيش فيها. قسم المنسي وكلماته أنا بغير على مصر. هو ده دي العقيدة اللي لازم كلنا نمشي عليها، إعلاميين مصريين عاديين موظفين أيا ما كانت وظيفته وحياته، لو حطيت قدام عينك بس أنا بغير على مصر هتلاقي نفسك ما بتكتبش تويتة ولا بتكتب حاجة على السوشيال ميديا وانت بتشتم فيها بلدك لمجرد ان لقيت سعر حاجة غلي، لقيت واحد جشع، لقيت مواصلات زحمة. ما تشتمش بلدك، ما تعرش بلدك، ما تبقاش السلاح اللي بتاخد ضد مصر بيك. ويقعدوا يجمعوا كده ويقولوا شوفوا الناس بتتكلم على بلدهم ازاي، شوفوا المصريين بيقولوا ايه على مصر، غير على مصر. صحيح. ازعل علشان الحاجات اللي انت نفسك تتصلح، بس هتتصلح بيا وبيك وبالدولة، مش بالدولة بس. صحيح. غير عليها، احبها. مش ان انت زعلان من حاجة فتيجي عليها. يعني دي ده فرق عقيدة بين اللي فعلا بالزبط. بيحب مصر بالزبط. واللي بس عايز الحياة تبقى وردي فجأة. لمصر اغلى ما يملك بالزبط. اغلى ما يملك اي انسان ايه في الدنيا، روح حياته. فالناس دي الابطال دي شرفاء من رجال القوات المسلحة بيقدموا ارواحهم فداء للوطن. أنا يعني مشهد زوجة العقيد الراحل الشهيد أحمد المنسي يعني مشهد غريب جدا، الثبات الشديد جدا، الإصرار، حفظها حتى لكلماته الأخيرة وهي بتقول كان كاتب وصيته على الخوذة، وكمان كان كاتب رسالة بيقول فيها إيه؟ بيقول فيها ستبقى مصر كشجرة عظيمة وستفنى حينما يفنى التاريخ. فكان عنده قد إيه هذا الإيمان بالبلد، قد إيه الانحياز الشديد جدا لكل معاني الوطنية. الشجرة موجودة، الشجرة موجودة، اتروت بدم أحمد المنسي، اتروت بدم كل الأبطال الشهداء اللي غادروا زي النهاردة من سنة في ملحمة مش هننساها أبدا، الملحمة الخاصة بكمين البرث والفرقة 103. بجد لازم نحكي لأولادنا ونقول لطلبتنا وتلامذتنا في المدارس قد ايه الناس دي ابطال وقد ايه الناس دي كل اللي بتمناه يا محمد، كل اللي بتمناه والله العظيم، كل امنيه حياتي، لان انا اتعلمت بره وعارفه قد ايه مهم المادتين دول. اتمنى ان في يوم من الايام اسمع خبر ان بقى في عندنا التربيه الوطنيه. صحيح. دي بقت ماده اساسيه موجوده في المدارس، بتحكي تاريخ البلد دي وقصص الناس اللي فيها، بنعلم فيها اولادنا من البيت ومن المدرسه. قد ايه دي بتفرق في شخصية طبعًا المصري. طبعًا. بتطلع مواطن عندك انتماء لبلدك بالفطرة، مش ان انت لسه على كبر كده وبعد ما تحصل اي احداث نبتدي نتكلم مع اولادنا عن 73 وتبقى بالنسبة لهم ذكرى بنحتفل بيها وبنلبس الاعلام وبنعمل حفلة في المدرسة وبنقف طابور بنحيي فيه العلم وحاجة وبتعدي وخلاص. اسامي الناس دي وذكراها مهم صحيح. التأثير على شخصية ولادنا مهم لو احنا عايزين بلد من غير إرهاب. صحيح. مهم لو احنا عايزين نعلم ولادنا الانتماء للبلد وحبها واحترامها والغيرة عليها. نفسي في يوم من الأيام بجد أسمع أن التربية الوطنية والأسرية زي زمان كده جزء من مادة اختيارية في لا المدارس، لا مش اختيارية ودخلة في المجموع في فيها سقوط وفيها في نجاح في نظام التعليم، ونعلم ولادنا في مناهجنا قصص الأبطال. كمان كل الناس اللي شغالين في الدراما والفن، الكتاب والمخرجين وكتاب السيناريو، مفيش أجمل من كده. قصص إنسانية ممكن تتحول لأفلام، أفلام تخلد وتوثق ذكرى الأبطال دول. فين دور الدراما؟ فين الأفلام السينمائية؟ إزاي لغاية دلوقتي ما عندناش مسلسل أو فيلم يخلد قصة أحمد المنسي؟ كل حياته، كل محطة من محطات حياته، من يوم ما اتولد والتحق بالكلية الحربية وتخرج واشتغل وانضم لصفوف القوات المسلحة، ممكن يطلع منها قصص وحكايات كتير. فكروا ولادكم واحفظوا أسامي الشهداء، وكل دم فعلا بيسيل على الأرض دي دم عظيم الجاه، محتاجين كلنا نحفظ أساميهم ونعلم ولادنا دروس الوطنية. نروح لفاصل سريع ونرجع. النهاردة معنا فقرات كتيرة متنوعة، معنا فقرة هنتكلم فيها عن مؤتمر معا من أجل مصر، وفقرة كمان هنشوف فيها الشباب وإبداعات الشباب، مشروع تخرج لمجموعة من الطلبة في كلية إعلام جامعة القاهرة. نروح لفاصل سريع ونرجع مرة تانية. يسعد صباحكم مرة تانية، ونبتدي مع حضراتكم أهم أخبارنا النهاردة في صباح. قلنا أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي،
والذي يتضمن خطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد مطبقا للآتي: القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال فترة 6 أشهر. 2- إطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية بإجمالي 47 مستشفى في جميع محافظات مصر والتابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية. 3- توفير المخزون الاستراتيجي من ألبان الأطفال والأمصال واللقاحات. المسح والعلاج الشامل لفيروس سي بإجمالي 45 مليون مواطن مصري بالاشتراك مع كبرى الشركات الدوائية، وذلك خلال 2 عامين. الانتهاء من تجهيز وميكنة محافظة بورسعيد من حيث الإنشاءات والتجهيزات وإعداد القوى البشرية وحصر وتسجيل المنتفعين خلال 2 عام، على أن يتم البدء في التطبيق تباعا في باقي محافظات المرحلة الأولى: السويس، الإسماعيلية، شمال وجنوب سيناء. طب هناخد تفاصيل أكتر عن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من سيادة السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. يسعد صباحك سيادة السفير. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. الدولة أولت اهتمام حقيقي وحاسم في ملف الصحة، وبدأنا دلوقتي تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التأمين الصحي، ممكن تشرح لنا أكتر؟ لا، هو الحقيقة طبعا برنامج التأمين الصحي هو يعتبر من البرامج والملفات الرئيسية في المرحلة القادمة. زي ما حضرتك عارفة، الفترة اللي فاتت كانت فترة عصيبة من تثبيت الدولة ومن تثبيت أركان الدولة. الفترة اللي جاية إن شاء الله تعالى هتكون في اتجاه بناء الدولة الحديثة وافتتاح المشروعات القومية اللي يعني تجربتها ابتدت في السنوات اللي فاتت. من الملفات المهمة جدا خلال المرحلة القادمة وبدءا من الآن هي الصحة والتعليم والإصلاح الإداري. عماد ملف الصحة أو المحور الرئيسي في جوهره هو المشروع القومي للتأمين الصحي، وزي ما حضرتك في المقدمة تفضلتي بالضبط، أمس أمر السيد الرئيس بإطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل في جمهورية مصر العربية لكافة المواطنين، بس من خلال مرحلة أولى تتضمن حزمة إجراءات محددة بتوقيتات حتى يكون العمل بشكل دقيق ومحفوظ. المحافظات المستهدفة في أول النظام هي 5 محافظات: سعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب وشمال سيناء وجنوب سيناء. البداية هتكون في بورسعيد. بورسعيد الحزمة الإجراءات اللي بنتكلم عليها أول حاجة فيها هتكون تجهيز المحافظة من حيث المنشآت، من حيث الميكنة، من حيث التدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللي هتقوم بنظام التأمين وحصر المنتفعين في كباية بورسعيد. بعد كده على طول بتنتقل العملية إلى الإسماعيلية ثم السويس ثم كمان جنوب سيناء. ده بالتكامل مع الخطوات التانية اللي هي في الحزمة اللي بنقول عليها اللي هي بتمثل الانطلاق أو البداية الأولى التمهيدية للموضوع. ثاني شيء مهم جدا في هذه الحزمة هي المستشفيات النموذجية. المستشفيات النموذجية كان فيه أيضا مشروع كبير طموح باشتراك وزارة الصحة وباشتراك وزارة التعليم العالي في المستشفيات النموذجية، لأن الخدمة عشان تقدم للتأمين الصحي يجب أن يكون في كل محافظة مستشفى مركزي كبير نموذجي يتوجه إليه المواطنين. فدول حوالي 27 مستشفى في كل محافظة بإضافة مستشفى إضافية في كل من القاهرة والإسكندرية نظرا للكثافة السكانية. بعد إذنك بس أقطع حضرتك سيادة السفير، يعني هي المستشفيات النموذجية دي هتكون يعني حديثة، يعني لسه هتتعمل حاجة جديدة، ولا هتكون مستشفى الموجودة أصلا بس هيتم تطويرها؟ إعادة تأهيل يعني المستشفيات ما بين الاثنين زي ما حضرتك قلت، ما بين جديد وما بين إعادة تأهيل القديم، بحيث إنها تكون مستشفى نموذجية قادرة على تطبيق النظام التأمين الصحي. تمام. وهيشترك معاها زي ما بقول لحضرتك 29 مستشفى بالإضافة إلى 18 مستشفى
في من المستشفيات الجامعيه، المستشفيات الجامعيه الحقيقه تابعه لوزاره التعليم العالي، لذلك قلت لسيادتك انه بالاشتراك مع وزاره التعليم العالي. صحيح. طب الجامعات على مستوى الجمهوريه فيها منشات طبيه كثيره وفعاله جدا بتلجا اليها المواطنين، فسيتم استغلال ذلك وباضافه 18 مستشفى ده بامر السيد الرئيس، بحيث ان يبقى عندنا اجمالي حوالي 47 مستشفى على مستوى الجمهوريه قادره انها تقوم بهذا هذه الخدمه. بعد كده في بالنسبه للاطفال عشان تكون الخدمه متكامله، توفير الاحتياط الاستراتيجي من البان الاطفال سواء من الانتاج المحلي او الاستيراد زائد الامصال واللقاحات. نضيف بعد ذلك على الحزمه المسح اللي هو ايضا كان مشروع ومبادره رئاسيه، المسح الشامل لفيروس سي للمواطنين. المسح ده سوف يبدا من الان وحتى عام قادم الى يوم 30/6/2019 باشتراك اشهر الشركات العالميه الدوائيه في هذا المجال، زائد العلاج، يعني المسح والعلاج بالتوازي مع بعض، يعني المسح يستغرق سنه ثم العلاج سنه كمان، تكون انتهينا من القصه دي لحوالي 45 مليون. طب سعاده السفير، كنت يعني بعد صباح الخير لحضرتك، طبعا يعني حلم انتظروا المصريين فتره طويله جدا بدء التطبيق في منظومه التامين الصحي، عايز اسال حضرتك الاجراءات او المده الزمنيه المستغرقه خلال سنه هيتم تسجيل المنتفعين واعداد وتجهيز المستشفيات والاجهزه الطبيه، يعني نقدر نقول عشان المواطنين اللي موجودين في المرحله الاولى في السويس والاسماعيليه وبورسعيد بعد عام ان شاء الله وسيناء شمال وجنوب سيناء، نقدر نقول يا فندم للمواطنين دول انه ان شاء الله بعد سنه من بدايه انطلاق المرحله دي هيبتدوا يحصلوا على خدمه التامين الصحي بشكل مباشر ان شاء الله تعالى. بس انا عايز اقول لسيادتك حاجه، انا اقول كلام دقيق جدا ومعلومات لان الموضوع مهم طبعا. يعني اعتقد ان اليوم او غدا على الاكثر السيده وزيره الصحه ستدلي بقى بجميع التفاصيل التواريخ المحدده والارقام الى انا عايز اقول لحضرتك انه عمليه يعني الحزمه بتتضمن ايضا انهاء القائمه للمرضى، قائمه الانتظار من المرضى، وده شيء كان مهم جدا وملح ان هناك قائمه كبيره جدا لدى وزاره الصحه من المواطنين لديهم امراض خطيره وحساسه زي امراض القلب المفتوح والسكر محتاجه تدخلات جراحيه يعني عاجله، محتاجه تدخلات جراحيه فوريه. السيد الرئيس يعني امر بانها هذه القائمه تنتهي فورا، وخصص يعني خليها موارد محدده، ضعف الموارد دي وهي بمئات الملايين الجنيهات، بحيث ان يتم الانتهاء في خلال 6 شهور. كل الاجراءات اللي قلتها لحضرتك دي بناخدها كحزمه، هي دي بدايه انطلاق المشروع القومي ان شاء الله للتامين الصحي لصحه المواطنين، وهو مشروع كبير جدا وسيحقق يعني باذن الله توعيه كبيره لصحه المواطنين وفي الخدمات المقدمه لهم باذن الله. طب سياده السفير، يعني اكيد هتبقى ميزانيه عظيمه ومجهود كبير، وطبعا هو تحسين الخدمة الصحية هو مطلب شعبي ومطلب مصري من سنين، ان احنا بنتمنى تحسين الخدمات الصحية خصوصا في الاماكن البعيدة عن زي ما بيقولوا العمار، يعني بين مصر والقاهرة واسكندرية. مدى مشاركة المجتمع المدني بقى، مؤسسات خاصة لهذه الميزانية العظيمة لتحقيق كمان المراد في اسرع وقت ممكن؟ طبعا الميزانيه بالمليارات يعني ميزانيه ضخمه جدا، وزي ما سيادتك قلتي فعلا هناك مشاركه من المجتمع المدني، مشاركه كبيره في هذا الموضوع، بحيث ان يكون ده في ضمن خطه حشد الموارد. زي ما قلت لسيادتك، هو وزيره المعالي الدكتوره هاله وزيره الصحه هتطلع يعني قريب على طول يعني ان شاء الله، و يعني تدلي بتفاصيل كل التفاصيل دي بشكل مفصل ودقيق جدا، بالنسبه للتواريخ للارقام للجهات اساميها كلها، بحيث ان الصوره يعني تكون مكتمله باذن الله باذن الله. شكرا جزيلا سياده السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه، ونتمنى يا ربي كده كل التوفيق، وباذن الله كده ان شاء الله يعني على
30/6/2019 بإذن الله تنتهي المرحلة الأولى ونبتدي نشوف تحسن جذري وحقيقي فعلا. صحيح. في ملف الصحة ده أملنا كلنا سنين السنين. صحيح. احنا منتكلمش من سنتين ولا من ثلاثة ولا من أربعة، احنا سنين عندنا ملفين مهمين في مصر، التعليم والصحة. فبإذن الله رب يعني كتير جدا بنشتغل على قانون التأمين الصحي، إن شاء الله يبقى المنجز على قد القانون ده وعلى قد التعب والجهد اللي بذل عشان يبقى عندنا منظومة تأمين صحي محترمة. المواطن المصري يستحق يعني علاج جيد، ويستحق حياة كريمة، ويستحق خدمة طبية مميزة. زي ما قال لنا سعادة السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، احنا في انتظار ان شاء الله اليومين الجايين مؤتمر كده صحفي تفصيلي لوزارة الصحة، تقول لنا بقى التفاصيل، المواعيد المقررة، امتى هينتهي تسجيل اسماء المنتفعين بالتأمين الصحي، امتى هتبتدي الخدمة تدخل المحافظات. احنا قلنا السويس والاسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ان شاء الله. ودور المجتمع المدني يا محمد مهم جدا، مهم والشراكة جدا والشراكة مع القطاع الخاص كمان، المستشفيات الخاصة، لان ده مطلب مننا احنا اللي عايزين، احنا اللي محتاجين الشعب، وبنسال وبنطالب بقالنا سنين بالطلب ده. فلو فعلا احنا هنبتدي نقول يلا يا جماعه نشد حيلنا علشان نحسن المنظومه من جدرها زي ما بيقولوا، يبقى فعلا مشاركه المجتمع المدني والمصريين حقيقي كلنا نتوجه لهذا المشروع. المستشفيات الخاصه كمان لان فيها تفاصيل كتيره جدا، مش كل العلاج بس هيقدم للمواطنين من خلال المستشفيات الحكوميه، لا كمان في عقود هتبقى معموله مع المستشفيات الخاصه بنسب معينه لتقديم الخدمه ان شاء الله لكل المواطنين المصري. نروح من ملف الصحة لملف الإسكان، كل يوم في جديد في ملف الإسكان، كل يوم في خبر جديد بنسمعه في ملف الإسكان. موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بيستعد لفتح باب الحجز بشقق العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من يوم الأحد. وزارة الإسكان هتطرح نحو حوالي 2048 وحدة سكنية، المساحات بتتراوح ما بين 130 حتى 150 أو عفوا 180 متر مربع. لأول مرة بيتم طرح حجز وحدات مشروع للإسكان من خلال موقع الهيئة، وده بيختلف عن أسلوبها القديم في المشروعات السابقة. كانت بتطرح المشروعات السابقة زي ما حضراتكم عارفين من خلال كراسات للشروط، ومن خلال طبعا فروع بنك التعمير والإسكان. المرة دي ممكن تحجز الوحدة من خلال موقع هيئة المجتمعات العمرانية. ده بيجي مع تصريحات وزير الإسكان أكد أنه حجز شقق العاصمة الإدارية هيتم بنظام أولوية الحجز من خلال الموقع. شارك الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو في افتتاح معرض الآثار المصرية في موناكو بحضور وزيرة السياحة رانيا المشاط والدكتور خالد العناني وزير الآثار والسفير إيهاب بدوي سفير مصر في فرنسا. ومعرض الآثار المصرية بتنظمه جريمالدي فورم تحت عنوان الكنوز الذهبية المصرية، وبيستمر حتى 9 سبتمبر المقبل. وتشارك وزارة السياحة في الحدث العالمي لمعرض الكنوز الذهبية بجناح على هامش المعرض للترويج للمقصد المصري لمدة 65 يوم، كما يظهر شعار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. طلب السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف بعدم غض الطرف عن الاستخدامات السيئة للإنترنت في الأعمال الإرهابية أو الترويج للعنف أو ترويج خطاب الكراهية، كمان استغلال الإنترنت في عمليات إجرامية زي غسيل الأموال أو بيع الأطفال والاستغلال الجنسي وتهريب وبيع القطع الأثرية. السفير علاء يوسف أشار خلال الجلسة اللي عقدها مجلس حقوق الإنسان اللي أنهى أعمال دورته 38 يوم الجمعة في جنيف لاعتماد عدد من القرارات، من بينها قرار متعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت، إلى أن الجهود الرامية أو الأممية لاحترام وحماية حقوق الإنسان لابد كمان أن تكون جهود شاملة وأن تأخذ بعين الاعتبار كافة التحديات التي تواجه ضمان احترام حقوق الإنسان على الإنترنت. ينضم إلينا دكتور عادل عبد المنعم الخبير في أمن المعلومات. صباح الخيرات يا فندم، أهلا بك يا دكتور. صباح النور أستاذ محمد، زي حضرتك يا أسماء.
اهلا وسهلا يا فندم. حابين في البدايه نتعرف على اهميه المشاركه المصريه، يعني لما مندوب مصر الدائم للامم المتحده يشارك في جلسه في مجلس حقوق الامن حقوق الانسان في جنيف ويتكلم على حقوق الانسان على الانترنت، حابين نعرف تفاصيل اكتر واهميه المشاركه في مثل هذه المؤتمرات وما يسفر عنها كمان عشان ضبط الفوضى اللي احنا بنشوفها على شبكه الانترنت. هو طبعا بدايه موضوع استخدامات الانترنت وما يتعلق بيها من توابع متعلقه، يعني استخدامات غير قانونيه زي موضوع الارهاب او موضوع غسيل الاموال، موضوع استخدام الانترنت كوسيله اتصال لجماعات ارهابيه او ما الى ذلك. القصه دي طبعا في الفتره الاخيره بقت امر واضح، ويمكن بالطلاع على الاخبار بشكل يومي على دول قفلت وسائل الاتصال احيانا او مواقع اتحجبت او ما الى ذلك. يمكن دايما بيبقى التحدي ما بين المشكله الامنيه من جانب والمشكله التقنيه من جانب اخر، يعني يمكن معظم الامور اللي ساعدت في هذا الاطار ما تتمكنش 100% انها تمنع هذه الامور او هذا النوع من الاقتصاد. لو تتذكر في دول قفلت برامج التليجرام، دول كثيره قافله بعض المواقع المرتبطه ب بث فكر ارهابي او ما الى ذلك. اللي عايز اقول لحضرتك ان بس فكره حقوق الانسان الرقميه او الحقوق الرقميه ده موضوع ابتدى يظهر من خلال من سنوات عديده، بالذات الفتره الاخيره اخر يمكن 5 سنوات شهدت تصاعد عالي جدا في هذا الصدد. الاتحاد الاوروبي يمكن كان عمل حاجات تتعلق بحمايه الخصوصيه وحمايه البيانات الرقميه لكل المواطنين. ابتدى يطلع برضه جزء ثاني في الفتره الاخيره من طلب لحقوق ان لا تستخدم الانترنت كاداه للارهاب زي ما قلت لحضرتك. عندنا في النقطه دي يا فندم، انا اسف المقاطعه دكتور عادل، يعني جميل جدا الاتحاد الاوروبي بيعمل شغل في الموضوع ده، مجلس حقوق الانسان في جنيف، احنا بقى في مصر وفي العالم العربي لان احنا للاسف بندفع ثمن ده وبنعاني جدا من جماعات ارهابيه على شبكه الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ازاي نامن عالمنا العربي معلوماتيا؟ ازاي نامنه انه لا يحدث هذه الاختراقات؟ ممكن نقدم ايه من مقترحات او قرارات تمنع ده او تبقى حائط صد لترويج خطاب الكراهيه والافكار الارهابيه على شبكه الانترنت؟ بشكر حضرتك. هو طبعا يعني يمكن من عده سنوات بدا ظهور ما يسمى الاتفاقيه العربيه لمكافحه جرائم الانترنت والارهاب الالكتروني، ودي مصر انضمت ليها من حوالي ما يقرب من 2 سنين تقريبا. على المستوى الاقليمي عندنا دول زي الامارات والمملكه العربيه السعوديه، الكويت ابتدت يبقى عندها قوانين وتشريعات خاصه بمكافحه جرائم المعلومات، وجزء منها كان لحمايه حقوق الانسان برضه وما الى ذلك. في عندنا في مصر حاليا لو حضرتك تتذكر في تم اصدار قانون مكافحه جرائم المعلومات، والقانون ده حاليا تم اعتماده مجلس النواب وفقط منتظر توقيع الرئيس لكي يفعل. جزء من الامور دي بس عشان اوضح مثال بسيط. اتفضل يا فندم. ازاي تقدر يحمي حقوق حضرتك او حقوق المواطنين؟ اتفضل. ان حاليا ما كانش في عقوبات رادعه او توصيف دقيق لبعض الجرائم اللي بتتم على الانترنت، زي ان انا اشهر بحضرتك او اخترق حساباتك او انشر صورك او ادعي عليك ادعاءات كاذبه. الامور اللي احنا للاسف بنعيشها بشكل يومي. الكلام ده كله تم تحديده بشكل واضح جدا وتعريفات دقيقه وعقوبات مغلظه في القانون الحالي. وبناء عليه بمجرد صدور هذا القانون لا شك مزيد اللي هو قانون الجريمه الالكترونيه اللي هو لسه حتى الان ما صدرش من مجلس النواب. تمام. هو المجلس خلاص المجلس اقره وفقط منتظر توقيع السيد الرئيس فقط. تمام. تمام. فاعتقد كل الناس اللي عانت في الفتره الاخيره من مشاكل زي موضوع زي ما حضرتك اختراق البيانات او سرقه المعلومات او التشهير او الاشاعات الكاذبه، الاضرار الاقتصاديه اللي تحصل للدوله نتيجه اصدار معلومات مضلله وما الى ذلك. جميل. اوكي. بالاضافه زي ما قلت لحضرتك برضه لتجريم الاستخدامات غير قانونيه لوسائل الاتصال والانترنت. اشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات دي دكتور عادل عبد المنعم خبير امن المعلومات. مهم جدا ان يحصل
اتفاقات دولية يا أسماء لمواجهة الجريمة الإلكترونية. مهم جدا كمان القانون الخاص بالجريمة الإلكترونية أنه يطبق، لأنه جرائم كتيرة جدا طبعا ترتكب يوميا من خلال السوشيال ميديا، من خلال الانترنت، تشهير وترويج لخطاب عنف وخطاب كراهية وغيره يعني. بس برضه أنا بستغرب من حاجة، إحنا منين بنعمل مؤتمرات لهذا الغرض وفي نفس الوقت بنتكلم عن الجريمة الإلكترونية؟ وفي دول كتير جدا بيحصل منها مشكلات وتجسس، وبنسمع عن قضايا، ولسه كنا سامعين قريب برضو عن قضايا للفيسبوك وكل حاجة، وإحنا بنبقى عارفين مصدر معين أو قناة معينة أو ويب سايت معين معروف عنه أنه طول الوقت بيروج إشاعات وطول الوقت بيفبرك الفيديوهات أو بيفبرك حاجات كده، بيبقى القصد منها يعني الإخلال بالاستقرار الشارع، وأنه يحصل مشاكل وبلبلة في الشارع المصري. إيه اللي ممكن نعمله؟ يعني عارف أنا نفسي بس أسمع مثلا أنه تم مقاضاة الدولة الفلانية أو القناة الفلانية أو الويب سايت الفلاني لأنه بث كذا كذا، ودي حاجة غلط وغير صحيحة، وأن دي مثلا معلومات الغرض منها كذا كذا. في القصة أول ما تسمع دي هتعرف أن إحنا في حاجة بتحصل. بتحكمك في القصة، الواحد مش خبير طبعا في تكنولوجيا المعلومات، لكن بتحكمك قوانين دولية ومواقع وغيره. دكتور عادل عبد المنعم إن شاء الله ينورنا وشرفنا في صباح أمي، دايما بيصدمنا بحاجات جديدة. لا هو دايما خير واحد يتكلم بجد في الموضوع ده، يكلمنا ازاي ممكن نقاضي جهات او دول او مواقع بتروج لخطاب العنف. طيب نروح مع حضراتكم دلوقتي نتابع فيديو جراف عن إشادات وتعليمات الداخلية بعدم تعاطي المخدرات لخطورتها على صحة الإنسان. تعالوا نشوف الفيديو جراف ده. سكتك خضر. خطورة قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات. القيادة تحت تأثير مخدر تضعف الوعي والقدرة على التركيز واتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. القيادة تحت تأثير المخدر تمنح قائد المركبة شعور مزيف بالثقة الزائدة، فيقوم بتنفيذ قرارات خطرة من تجاوز السيارات بسرعة عالية وتخطي ووقوف خاطئ. قانون المرور ينص على عقوبة مغلظة في هذه المخالفة نظرا لخطورتها على سلامة الطريق ومستخدميه، وتصل للحبس. تقوم الإدارة العامة للمرور بتنفيذ العديد من الحملات للكشف على قائد السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثبوت تعاطي المخدرات أثناء القيادة. في حال الاشتباه في تعاطي أحد السائقين لمواد مخدرة، يتم الاتصال فورا برقم الإغاثة الخاص بإدارة المرور 0122-314-0، مع تحية الإدارة العامة للمرور. خلي سكتك خضرة، ويا رب إن شاء الله كده تبقى خضرة على الناس جميعا. وآثار المخدرات دي مش سهلة، وإحنا كمان دورنا إن إحنا بجد أي حد يحس إنه في سواق قدامه مش منضبط وحاسس إن سواقته فيها حاجة غلط لازم تبلغ عنه. طيب. أول نقطة مرور أو أول شرط مرور يقابلك. طيب هنروح لموضوع تاني، وأصبحت خدمة جوجل للترجمة على الهواتف المحمولة وسيلة لا غنى عنها، وذلك طبعا لكثير من مشجعي كرة القدم الموجودين حاليا في روسيا، حيث يستخدمونها في التواصل مع أهالي البلد. المزيد هنشوف في السياق التقرير التالي. ربما تكون كرة القدم اللغة الأكثر عالمية بين مشجعيها، لكن عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع السكان المحليين في روسيا البلد المضيف لمباريات كأس العالم، فإن حب اللعبة لا يكفي في بعض الأحيان. وللتغلب على الحواجز اللغوية في روسيا، قرر مشجع المونديال استخدام تطبيقات الترجمة من موقع جوجل على هواتفهم المحمولة، الأمر الذي ساعدهم في البحث وكتابة العبارات أو الإيماءات المطلوبة. من الصعب فهم الأبجدية السريالية باللغة الروسية، لذلك نستخدم جوجل طوال الوقت ونسأل الأشخاص عما يحاولون تقديمه لنا أو ما سيتناولونه في أحد المطاعم. ثبت أن البرنامج لا غنى عنه للعديد من المشجعين للتواصل مع السكان المحليين في المدن المضيفة لكأس العالم، حيث يكتب المشجعون الأجانب ما يريدون أن يقولوه باللغة الروسية بلغتهم الأصلية، ويعرضون الترجمة على السكان المحليين. كما يستخدم آخرون التطبيق الصوتي الذي يتيح لهم التحدث إلى الأشخاص بلغة أخرى. كنت في متجر للهدايا التذكارية، وكانت السيدة تجلس على جهاز الكمبيوتر الخاص بها وتكتب الكلمات باللغة الروسية، ثم تطلب مني النظر في شاشتها لقراءة الكلمات بالإنجليزية. على الرغم من أن التطبيق يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى ترجمات غير دقيقة أو محرجة، إلا أن المشجعين يقولون أنه قد عزز من تجربة كأس العالم بشكل كبير. أموت وأشوف الترجمة للجمهور المصري استعملوها في إيه وهم في روسيا. هتلاقي درر، هتلاقي حاجات كده حلوة جدا. ظريف.
لا احنا مصر كان ليها حضور جامد جدا في روسيا، يعني ما لعبناش حلو كوره، لكن يعني عملنا انجازات ثانيه كتير قوي، عملنا جو في روسيا جو حلو جدا. طب مش هنبعد عن التقارير العلميه، من التقرير العلمي اللي احنا شفناه دلوقتي نروح مع حضراتكم لبرلين، معهد كده لابحاث الحيوانات في برلين، تمكن من ايه بقى؟ من تخليق اجنه هجينه في المعمل من نطف حيوانات وحيد القرن الابيض. السبب هو الحفاظ على حيوان وحيد القرن الأبيض من الانقراض في ألمانيا. تعالوا نشوف تفاصيل أكثر في التقرير. رغبة في حمايته من الانقراض، قام باحثون بمعهد لايبنيتس لأبحاث الحيوانات في برلين بتخليق أجنة هجينة في المعمل من نطف حيوانات وحيد القرن الأبيض، ونجح الباحثون في جمع قرابة 300 مليمتر من حيوانات الإخصاب من آخر 4 ذكور من وحيد القرن قبل موتها، وذلك باستخدام جهاز حديث يصل طوله إلى 2 متر مسترشدين بالموجات فوق الصوتية. ويأمل الباحثون في استخدام نفس التقنية لتخليق جنين من وحيد القرن الأبيض بالاستعانة ببويضات الأنثتين ليتمكنوا بعد ذلك من زرع الجنين في أم بديلة. وتطورت الأجنة الهجينة بما يكفي لزراعتها، ويتم تجميدها حاليا مع بحث العلماء عن أمهات بديلة محتملة من وحيد القرن الأبيض الجنوبي. الجدير بالذكر أن حيوانات وحيد القرن الأبيض الشمالي هي أكثر الثدييات على وجه الأرض عرضة لخطر الانقراض، حيث لم يتبقى منها على قيد الحياة إلا أم وابنتها تعيشان في محمية بيجيتا بكينيا. ونروح مع حضراتكم بقى لفقرة الصحافة وناخد لنا كام خبر كده حلوين، هنبتديهم من الشروق ومن صفحة 12 وعنوان عجيب، يعني تزوج على القمر ب 145 مليون دولار. ليه؟ العروسة مين؟ بنت مين في مصر؟ يعني دي تعتزم وكالة متخصصة بتنظيم حفلات الزفاف الغربية في فرنسا إطلاق خدمة جديدة غريبة للعروسين بتبلغ قيمتها 145 مليون دولار، انه احنا تاخد العروسه والعريس يتجوزوا على القمر. طب ايه حلاوتها؟ ايه البهدله في دي؟ يعني ليه يسافروا القمر؟ يعني حاجه جديده و145 مليون دولار، يعني حاجه عجيبه، بس يعني تسجل اسمهم في التاريخ. طب تعالي نروح يا اسماء من القمر بقى للمصايف والاسعار الشديده الحراره جدا في مع حراره الجو كده، يعني اسعار المصايف ماشيه مع حراره الجو. تعالوا نشوف الخبر اللي معانا دلوقتي من الساحل الغردقه، اسعار المصايف شديده الحراره، الاهرام بترصد كده اسعار المصايف في الساحل، رسوم الشماسي والكراسي تضاعفت جدا. نروح لراس البر، العشه اللي في راس البر ب 1000 جنيه أرقام كده يعني جامدة جدا، احنا بنتكلم على 2000 جنيه شاليهات بقرى الساحل الشمالي، وجمصة كمان يعني كانت من المصايف اللي هي شعبية الناس كلها بتروحها برضو أسعار فيها غالية. نصيف فين يا أسماء بقى كده؟ الناس تصيف فين؟ احنا قاعدين في قن موجودين هنا معاكم. ليه صيف مع حضراتكم كده على الهواء؟ الجو لطيف. روح معاكم بقى الخبر تاني برضو من الشروق من صفحة 12 وفن اللامبالاة. محمد صلاح بيساهم في شهرة كتاب نصائح تنمية بشرية، الكتاب هو أصلا لمؤلف أمريكي اسمه مارك مانسون، وما كانش طبعا يتخيل أن تنتشر الترجمة العربية بتاعته للكتاب اللي هو فن اللامبالاة. النجم طبعا محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي طبعا والمنتخب الوطني نشر صورة ليه وهو بيقرأ صفحات على حسابه الشخصي بالفيسبوك، وبمجرد طبعا ما نشر الصورة بقت مصر والدنيا والعالم العربي كله بيدور على كتاب فن اللامبالاة وفيه نصائح تنمية بشرية، أكيد كان محمد صلاح محتاجها بعد مونديال روسيا. على فكرة والله نجم كبير محمد صلاح، مش بس سفير للرياضة، والله عارفين سفير للثقافة كمان. خلي بالك الصورة اللي احنا شفناها على الفيسبوك قد إيه الناس راحوا اشتروا الكتاب ده، وقد إيه عملوا سيرش على الإنترنت إيه القصة دي وايه الكتب الكتاب ده. فهو المؤلف نفسه مارك مانسون نزل له تويتر شكره يعني، هو يمكن ما اتباعش بالانجليزي واتباع بالعربي، فلا شجع الناس انها تقرا وتعرف حاجه جديده. عايزين نقول لحضراتكم كده ايه اهم النصائح، اذا كنت غير مستعد للفشل فانك غير مستعد للنجاح، الفشل طريق التقدم، الانفعالات السلبيه مكون ضروري جدا للصحه الانفعاليه، دي بعض النصائح اللي موجوده في الكتاب. بقول لك هو احتاجه ازاي بعد المونديال؟ عرفت انت؟ بيعمل كده استعداد نفسي، التوازن النفسي بتاعه بيستعيده مره ثانيه. مش بعيد عن الكتب يا محمد، كمل. يلا مش هنروح بعيد عن الكتاب، 50 فكره من الكتاب اللي بيقراه النهارده او دلوقتي محمد صلاح. افكار كتيره جدا وكمان معلومات مهمه، الرفض مهاره من مهارات الحياه،
تذكر أنك لست خالد، افترض أنك جاهل وأن هناك الكثير مما لا تعرفه. كتاب مهم، نتمنى كده أنه قراءة ممتعة لمحمد صلاح، وكل واحد يشوف النصائح دي يتعلم بقى منه. يتعلم. مش بعيد عن الرياضة، وزير الرياضة في حوار مع الأهرام وسط ملفات ملتهبة. وزير الرياضة في حوار هادئ مع الأهرام، الجيل الحالي من لاعبي المنتخب ظلم نفسه في المونديال، المزاج العام انتعش بعد نتائج المتوسط والقانون سيد الموقف في أزمة الأهرام مع الأسيوطي. حوار شيق كده تابعوه، هتلاقوه طبعا موجود في الأهرام في صفحة 17 وفي معلومات كتيرة كده وملفات ملتهبة فعلا يعني. دكتور أشرف صبحي وزير الرياضة في الخبر اللي جاي معانا بيقود بنفسه ماراثون للشباب تحديدا من أمام أحد المولات في مصر الجديدة زي ما احنا شايفين الصورة دلوقتي. كمان أعلن أن الماراثون اللي جاي هيكون بمدينة العاشر من رمضان. فكرة جميلة، وزير الشباب والرياضة ما يبقاش مكتبه بس، ينزل الشارع، يروح مراكز الشباب، يروح النوادي يعني، ويتقدم الماراثون. صورة حلوة برضو مش بعيد عن الرياضة، وحاجة مهمة جدا كلنا نفسنا فيها فعلا في الأخبار اليوم، صفحة 8، مصر تكتشف موهبيها، مواعيد اختبارات الموهوبين رياضيا في المحافظات. احنا عايزين نلاقي كده عندنا لعيبة في كل المجالات خصوصا كرة القدم من فرق المظاليم، ونشوف مواهب جديدة مصرية، مش لازم نشتري من بره، ونلاقيهم ان شاء الله كده منضمين لنا في المنتخبات ونفس العالم. من الرياضة وملاعب الرياضة لمحاكم الأسرة، اليوم السابع بتنشر كده رقم وإحصائية، 30% من شكاوي محاكم الأسرة بسبب استغلال الزوجات ماديا. واحدة بتقول 16 شهر كانت كفيلة بهروبي من منزل الزوجية بسبب طمع زوجي. طبعا اللي هيعيش ياما هيشوف. طيب اسمحوا لنا نطلع مع حضراتكم فاصل الموجز لأهم الأنباء، ونرجع نكمل مع حضراتكم فقرات صباح أون. يا صباح الخير على حضراتكم مرة تانية في صباح أون. لسه بنعيش أجواء احتفالات القاهرة بعيدها القومي، 1049 سنة مرت على إنشاء القاهرة التاريخية. برنامج حافل جدا بتقيم محافظة القاهرة للاحتفال بهذه المناسبة. من ضمن الأنشطة والفعاليات، دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي هيفتتح نيابة عن رئيس مجلس الوزراء غدا يوم الأحد مؤتمر معا من أجل مصر. المؤتمر بتنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس احتفالا بثورة 30 يونيو وكمان بالعيد القومي للمحافظة اللي هتستمر حتى يوم 12 من شهر يوليو الجاري. المؤتمر هيعقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس. هيشهد افتتاح المؤتمر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة طبعا المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، دكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وعدد كبير جدا من الشخصيات العامة. النهاردة في صباح أون في الفقرة دي هنتكلم على مؤتمر معا من أجل مصر مع الأستاذ الدكتور طارق منصور مقرر المؤتمر. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك، صباح الخير على حضرتك. كمان منورنا ومشرفنا الأستاذ عبد العظيم صدقي المستشار الإعلامي لمحافظ القاهرة. أهلا بك يا فندم. صباح الخير وكل سنة وأنتم طيبين. طيبين. وأبتدي طبعا مع الأستاذ عبد العظيم صدقي المستشار الإعلامي، كل سنة وحضرتك طيب والقاهرة بخير، وإيه الجديد بقى هنعمله في محافظة القاهرة؟ كل سنة وأنتم طيبين، وأنا بشكركم على الاستضافة بمناسبة العيد القومي للمحافظة. وأنا عايز أدي بس نبذة سريعة للسادة المشاهدين لماذا 6 يوليو هو العيد القومي لمحافظة القاهرة. هو لأن اليوم اللي أسس فيه القائد الفاطمي جوهر الصقلي القاهرة في 6 يوليو سنة 1969. عشان كده الأستاذ الدكتور محمد عبده بدأ قال بنحتفل بمرور 1049 عاما على إنشاء القاهرة. طبعا سبق القاهرة مسميات أخرى في عهود أخرى، بدأت بالفسطاط في عهد الفاتح عمرو بن العاص سنة 640، ثم العسكر في العصر العباسي، ثم القطائع في عهد أحمد بن طولون. ومن الثلاث مدن تم تكوين ما يسمى بالقاهرة الفاطمية، وتدرجت وتطورت عبر العصور لتظل منارة ولا تظل هي أم المدن العربية والإسلامية.
هذا فيما يتعلق لماذا العيد القومي للمحافظة. احنا الجديد ان اتفقنا وخططنا للاحتفالية بشكل متميز السنة دي بان يواكبها مؤتمر للشباب معا من اجل مصر. والمؤتمر بيواكب مناسبتين عظيمتين، الاحتفال بثورة 30 يونيو المجيدة وما تدعوه لنا من ذكريات طيبة بنعيشها وواقع طيب اتغير بنعيشه من خلال منظومة الأمن والأمان اللي بتعيشها الدولة، التغيير اللي احنا شفناه للأفضل. فعايز أقول مناسبة جديرة بأن احنا نحتفل بيها ونحسس الشباب بيها من خلال الندوات والمؤتمرات اللي بيعيشها المؤتمر، ناهيك عن مناسبة محافظة القاهرة بعيدها القوم. جميل. طب نروح لدكتور طارق منصور، مقرر مؤتمر معا من أجل مصر، هو مؤتمر للشباب زي ما أستاذ عبد العظيم قال لنا. حابين نتعرف من حضرتك على أهم المحاور اللي هيتناولها المؤتمر خلال أيام. أولا بهني كل أهالي القاهرة كل سنة هم طيبين بمناسبة العيد الوطني، وبنهني معالي المحافظ المهندس سعد فضل الحميد. والحقيقة بأثمن هذا الحدث العظيم اللي هيتم على مدار الأسبوع إن شاء الله بدءا من يوم الأحد. عايز أقول إن المؤتمر في حد ذاته مختلف شكلا ونوعا عن المؤتمرات العادية. يعني مش مجرد إن إحنا قاعدين في قاعة مؤتمرات وفي سبيكرز هيتكلموا وولادنا هيسمعوا، لا، الحقيقة ده جزء من الفعاليات. إنما الفعاليات الثقافية معمولة بشكل مختلف تماما عن أي سنة مرت من السنوات اللي فاتت. يمكن احنا عندنا الافتتاح شيء طبيعي ان هو يكون في قاعة مؤتمرات، لان في شخصيات كبيرة في اي بي من الدولة وكبار رجال الدولة، عدد من وزراء العاملين والسابقين وغيرهم، مفكرين، فنانين، ادباء، رياضيين، حشد الحقيقة يتعدى يمكن مثلا سبيكرز بس لوحدهم مش اقل من 50 سبيكر في هذا المؤتمر، وكلهم من رجال السياسة والفكر والثقافة والفن في كل المناحي اللي تغطي الإشكاليات اللي ممكن تكون في أذهان ولادنا الشباب. لأن زي ما احنا عارفين أن السيد الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي من 2016 وهو وجه مؤسسات الدولة لضرورة الاهتمام بالشباب، وأن احنا نضع الشباب نصب أعيننا عشان هم دول الجيل اللي هيقود مصر في المستقبل. كلنا عارفين أن السيد الرئيس أيضا عمل حاجة مهمة جدا جدا وهي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب. صحيح. ودي حاجة ما كانتش موجودة قبل كده، ومن الحاجات العلامات المضيئة في السنوات الأربعة اللي عدت هذا البرنامج الرئاسي. كلنا بنشوف الفورم اللي بتعمل كل فترة من حين لآخر، والسيد الرئيس بنفسه بيقعد وسط ولادنا الشباب وبيسمعهم ويرد على أسئلتهم. اللي بين قوسين ما هياش متحضرة. يعني دي أسئلة تلقائية الولاد بيقولوها وهم قاعدين، بتبقى وليدة اللحظة. الحقيقة اللي بيتعمل دلوقتي هو امتداد لفكر السيد الرئيس ان احنا نقعد مع ولادنا نكلمهم في قضايا متعددة تماما عشان يعرفوا مصر فين، ويعرفوا ان البلد في امان، ويعرفوا ان في ناس بجد شرفاء بيشتغلوا عشان البلد ديت. لا ناقة لهم ولا جمل سوى ان مصر تبقى دولة من الدول العظمى مع 2030، او على الاقل مصر تنطلق الى مسار الدول العظمى مع 2030. لذلك احنا يعني اللجنة المنظمة برئاسة معالي المحافظ لما خططت لهذا المؤتمر خلته مختلف من حيث الشكل والتنفيذ، ليس فقط الجلسات اللي هتدور داخل المؤتمر، ايضا في برنامج ثقافي بالتوازي مع هذا المؤتمر للمتاحف، لمجمع الأديان، للمناطق الأثرية. ايضا في كمان حاجة جديدة السنة دي بتتعمل، انه هيكون في لقاء في مشيخه الازهر ما بين الشباب وفضيله الامام الاكبر الشيخ الطيب او من ينوب عنه، وفي لقاء مع قداسه البابا توادروس في الكاتدرائيه او من ينوب عنه مع الشباب. كمان الفعاليات فيها شكل جديد شويه من حيث طرح القضايا. يعني في رساله لازم الشباب يعرفوها، العناوين زي ايه؟ في قضايا لازم الشباب يتكلموا فيها عشان يفهموا ويستوعبوا، لان الجيل لازم يعرف، لازم ان احنا نسمعه مش هو يسمعنا.
بس احنا يعني في فتح حلقات نقاشيه يعني طبعا يعني الشباب يسالوا الاسئله اللي تيجي في خاطرهم وقتها غير منظمه النهارده زي ما بقول لسعادتك لما يكون معالي الوزير مثلا الدكتور خالد عبد الغفار القى الكلمه بتاعته مثلا الشباب من حقه ان هو يبتدي يسال معالي الوزير مش كمان بصفته وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمان بصفته ممثل للسيد رئيس مجلس الوزراء وبالتالي كل الساده السبيكرز النهارده في سيشن تلاقيه بيتكلم عن تأصيل قيم الانتماء والمواطنة في سيشن بعنوان بسيط جدا الدين لله والوطن للجميع جميل. ده عنوان سيشن موجود فيه قامات الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام مدير المركز الثقافي الأرثوذكسي وأمين المساعد لبيت العائلة المصرية الأب رفيق جريش يعني على هذا المثال في سيشن مهم جدا او جلسه مهمه جدا مع اولادنا فيها مجموعه يعني مميزه احنا طبعا بيتكلم عن التنميه المستدامه صباح اون وطبعا في القناه هنهتم ان احنا نتابع كل الجلسات وكل السيشنز ونشوف كمان اهم حاجه فيها كلها مدى تاثيرها يعني قد ايه وصلنا من الاريحيه والديمقراطيه زي ما بيقولوا من حقوق الشباب الاولى ان احنا اللي نسمعهم اكتر ما هم اللي يسمعونا نسمعهم نقدر نعرف فكرهم فين او مشاكلهم وقفت فين بس انا اسمح لي يعني اتحول لسياده المستشار القاهره شافت كتير يعني في الخمس سنين ست سنين اللي فاتت القاهره شافت كتير قوي وفي نفس الوقت احنا لاحظنا في الفتره الاخيره ابتدينا نشتغل على قدم وساق يعني امبارح كان معانا ضيوفنا كانوا مشرفينا طبعا رئيس حي مصر الجديده وايضا كمان مسؤول عن ورئيس هيئه النظافه والتجميل احنا فعلا لامسين ده على الارض ان احنا ابتدينا نهتم بالنظافه والتشجير والتجميل وطبعا في مشروعات كبيره كتير قوي موجوده في الفتره اللي احنا موجودين فيها اهم المشروعات او التطور اللي شهدته القاهره في الفتره الاخيره هو حضرتك طبعا محافظه القاهره انجزت الكثير طبعا بدعم من الدولة في مسألة مواجهة العشوائيات وعايز أقول لحضرتك على حاجة حضارية كلنا بنتشرف بيها في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال أنا عايز كل مواطن مصري يعيش في سكن آمن ومحترم كريم. يليق بكرامته ويليق بآدميته صحيح. شوفي سيادتك بأمانة المجتمع الجديد في حي الأسمرات 20,000 وحدة سكنية في متوسط 5 أفراد أي مجتمع جديد بيستوعب 100,000 نسمة مجتمع حضاري متكامل من مراكز الشباب صحيح. من قصر ثقافة من طرق واسعة وحديثة عايز يعني أقول فعلا العشوائيات اللي انتقلت من منشية ناصر والمناطق الخطرة عايز أقولك بيعيشوا عيشة فعلا كلنا نفخر بها ده واحد اتنين كان عندنا حاجة اسمها تل العقارب اللي ان شاء الله تبقى روضة السيدة كمان تل العقارب صحيح حاجة حضرتك تحفة فنية ومعمارية حضرتك اتفرجي عليها دلوقتي ما يزيد عن 70,000 وحدة حضرتك في المنطقة شكل دي شكل المجتمع اتغير شكل المجتمع اتغير تماما وزي ما حضرتك اشرتي قلتي هتبقى اسمها او اصبحت بالفعل روضة السيدة خلاص روضة السيدة بالظبط خلاص ما فيش الاسم خلاص. المؤلم هو اسم في حد ذاته مؤلم تل العقارب عندنا حضرتك في مدينة السلام قريب جدا المحروسة 1 و2 هيتم افتتاحهم فعايز اقول لك في نهضة لمواجهة العشوائيات وتوفير السكن الامن حضرتك الفوضى اللي كانت موجودة في مثلث ماسبير ودي مشكلة كانت طبعًا. كبيرة طبعًا. كانت كبيرة وزي ما اعلن سياده المحافظ عاطف عبد الحميد ان احنا برضو بتوجيه من الرئاسه ومن السيد رئيس الوزراء الحمد لله تم اخلاء المنطقه دي بالكامل وتم ترضيه الناس مفيش حد اتظلم ولا هيتظلم ووفرنا لهم البدائل اللي عايز حضرتك وحده سكنيه اللي عايز يروح وحده سكنيه ويرجع تاني بعد ما نخلص مشروع التطوير بعد 3 سنوات تم الاستجابه يعني لطلبه. يعني ممكن اكون انا مثلا ساكنه في مكان هناك كان سيء ورديء وكل حاجه بس انا عاجبني انا ببص على النيل انا مبسوط كده. تمام. بيتم استبدال مثلا مكان مؤقت بيقعد فيه لحد لما يتبني المكان ويرجع مكانه تاني. والمكان المؤقت ده كمان مدفوع الايجار من الدوله. ويرجع مكانه تاني. ويرجع مكانه تاني. لو هو رفض ان هو رفض ياخد تعويض. ده هايل. تمام. يا ريتنا هناك لان مكان متميز على النيل ده رائع ده احسن مكان عندنا حضرتك خدي بقى من المشروعات الكبرى
مشروع شق التعبان. مشروع شق التعبان حضرتك احنا بتوجيه من السيد الرئيس تم توفيق اوضاع المستثمرين واصحاب المصانع الصغيرة والمحال، لان حضرتك كانت منطقة عشوائية رغم اهميتها طبعا. وبعدين التقدير الاولي كانوا مقدرين المتر بمبلغ معين لم يجد قبولا. معالي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ادى توجيهاته للأجهزة بأن السعر ينزل لتشجيع الناس على توفيق أوضاعها والتخطيط للمنطقة لإقامة مدينة صناعية عالمية لصناعة وتصدير الرقائق. تخيلي سيادتك أن اللي بيعمل في هذه المنطقة 50,000 عامل وفني. تخيلي سيادتك أن بيصدروا بمليار جنيه سنويا ما شاء الله إلى دول الخليج وبعض دول أوروبا. التخطيط بقى حضرتك عمل تخطيط لمصانع تكون قائمة بشكل متحضر وآمن، إدخال المرافق، إنشاء مدرستين لتعليم الصبية والصغار صناعة الرخام. ده كله بيصب في موضوع الشباب، يعني احنا لو عملنا علاقة ما بين الشباب والمحافظة ده بيوفر فرص عمل كتيرة طبعا للشباب، بيوفر كمان ازاي يستثمر طاقة الشباب في بناء القاهرة وبناء المجتمع بشكل كبير. ده هيخليني اسال حضراتكم واسال الدكتور طارق، لكن اسمحوا لي بس نروح سريعا نقرا الخبر اللي معانا. يترأس البابا فرانسيس باقة الفاتيكان النهارده السبت الصلاة المشتركة المسكونية، اسمها الصلاة المسكونية المشتركة لأجل الشرق الأوسط، وده بمشاركة كافة رؤساء الكنائس زي ما احنا شايفين دلوقتي في الشرق الأوسط للصلاة من أجل السلام. قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كان وصل امبارح الجمعة إلى مدينة باري الإيطالية على رأس وفد كنسي للمشاركة في هذه الصلاة المسكونية، على أن يزور البابا تودروس بعدها عدد من الكنائس المصرية اللي موجودة في روما وميلان بإيطاليا. احنا شايفين الصور مع حضراتكم على الهواء مباشرة. صلاة من أجل السلام، من أجل السلام في منطقة بتعج يعني بالحروب، منطقة الشرق الأوسط. Ελεήμονον και φιλάνθρωπος θέμενος επί των γάιν σφραγίδα ασφαλείας και εν το ουρανό τόξον ουράνιον ως σημείον διαθήκης αιωνίου αναμέσως σου και παντός ζώντος επί γης πλάσματος. العيون والقلوب تصلي من أجل السلام. المشهد ده كان من مدينة باري الإيطالية والصلاة المسكونية لإحلال السلام بالشرق الأوسط بيرأس القداس زي ما تابعنا بابا الفاتيكان بابا فرانسيس وكمان بمشاركة البابا تودروس الثاني من مصر. نرجع مرة تانية لضيوفنا الحديث عن العيد القومي للقاهرة، وحضرتك قلت مشروعات رائعة وهيلة، عايز أسأل حضرتك دور الشباب فيها، يعني إلى جانب اهتمام المحافظة بالمشاريع كمان في اهتمام بعقل الشباب. دكتور طارق برضو يعني ده سؤال، بهتم بالمشروعات بالبنى التحتية كمان بهتم بشخصية الشاب، لأنه الجامعة دي أهم مرحلة بيتشكل فيها وعي الشباب الفكري والسياسي وغيره. إلى أي مدى ده بيحصل في الجامعة المصرية، وإلى أي مدى المؤتمر مؤتمر معا من أجل مصر ممكن يخرج لنا شباب واعي وشباب مشارك في المجتمع بشكل كبير؟ خلينا أقول إن أصعب شيء هو بناء الإنسان، بناء البشر وليس صحيح. بناء الحجر صحيح. بناء الحجر أمر سهل جدا، لكن بناء الإنسان عملية صعبة جدا، ودعوة الرئيس الأخيرة كانت متصبة ولا تزال على بناء الإنسان المصري. الإنسان المصري محتاج ريكونستراكشن، محتاج إعادة بناء عشان يدرك أن مصر محتاجة كتير قوي قوي قوي، مصر مش هتقدم غير بينا، عشان يدرك أن منظومة الأخلاق لابد أنها ترجع تاني وبشيء من السمو والرفعة مرة تانية لكل أسرة مصرية، عشان يدرك القيمة الحضارية لمصر
في الماضي والحاضر والمستقبل، عشان يدرك ان العمل قيمة حست عليها الأديان، وان العمل عبادة، وان مصر محتاجة ان احنا نشتغل مش ان احنا نقضي الوقت ونتفنن ازاي نضيعه. الحقيقة كل ده مش هيتأتى الا باللقاء المباشر وبالنقاش المفتوح وبالحوار مع ولادنا. ولادنا محتاجين يعرفوا، واول باب المعرفة واجب علينا احنا يعني في مام اولادهم والكبار ان احنا نقعد ونسمعهم. خلاص الزمن ان احنا ندي تعليمات زي زمان 40 50 سنة فاتوا، ولا حتى للاطفال مش شباب الجامعة، انتهى صحيح. انتهى، ما عادش ينفع. لازم احنا نطور نفسنا ونطور ادائنا حسب المنتاليتي بتاع الشباب، حسب الميثودولوجي بتاع العصر اللي احنا عايشين منحك. فيه اذا ما كانش ابنك مدرك ان انت ملم بكل الحاجات ديت، لا هو سهل جدا ان هو يتحايل عليك يعني ويحتاج او يحصل على اللي هو عايزه. فطبعا عايز اقول لحضرتك انه النهارده باللقاءات المفتوحه ديت احنا بنحاول نقرب للشباب استكمالا للرؤيه اللي قالها الدكتور عبد العظيم من شويه، المشروعات الضخمه جدا جدا اللي بتتم في مصر، ازاي ولادنا هيعرفوها؟ ولادنا مش متابعين الحاجات ديت، ولادنا مشغولين معظمهم بالميديا. حاجة بعيدة انا مش مستفيد منها حاجه، او انا امتى هستفيد منها؟ صحيح. يعني انا مشروعات ضخمه وعملاقه وبنتكلم عنها وحاجات كتير قوي، بس ده صحيح. ده صحيح. ده صحيح. فاللي احنا بنعمله النهارده الحقيقه محاولة ان احنا نقول لولادنا دي الانجازات الحقيقية، وبعيدوا عن الاشاعات، وبعيدوا عن الناس المغرضة، وبعيدوا عن الميديا الملوثة اللي هدفها ان هي تهدم كل شيء جميل داخل مصر. لان مصر، وانا راجل استاذ في التاريخ يعني في الاساس، مصر دولة مستهدفة على مر التاريخ. من ايام محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة، العالم اكتشف ان مصر دي دولة عظمى وتحولت الى دولة عظمى في عهد محمد علي باشا، واتأمرت عليها فرنسا وانجلترا وضربوا مصر ضربة في مقتل لازلنا بنعاني منها لحد النهاردة للأسف الشديد. العالم ما بينساش التاريخ، احنا يمكن بننسى التاريخ بتاعنا شوية، الذاكرة التاريخية عندنا ضعيفة شوية، لكن الغرب والاستعمار ما بينساش التاريخ وبيستفيد جدا من الدروس. ما بينساش ان مصر دي عندها امكانيات كبيره جدا، واهم امكانياتها هي مواردها البشريه. الاسره المصريه في حد ذاتها هي حصن الامان لهذا المجتمع المصري، لان اسرتنا بتتميز ان هي غير قابله للتفكيك. يعني ممكن يكون زوجك مسافر بره، ممكن يكون اختك مسافره هنا، يتغرب على قد ما يتغرب بس لازم يرجع مصر. صحيح. واذا لا قدر الله توفي بره يقول لك ادفن في مصر. صح. يعني سواء حيا او ميتا هو عاوز يرجع لبلده تاني. الحقيقه السمه دي مش موجوده في شعوب العالم الثانيه. سمه الالتصاق بالارض والحب الجارف للوطن مش موجوده عند اي شعب تاني، خلطنا شعوب ياما. دي بتميز المصريين. ولادنا لازم القيم دي نصحيها، نعملها ريفريشمنت عند ولادنا، بس مش بالتعليم المباشر. خلاص التعليم المباشر يا جماعه ده بيدخل في دور التلقين، ما عادش نافع. صح. لازم يستهلك ندخل طاقتنا بس مش اكتر. صحيح. من طاقتنا، مش بينمي مهارات في خالص في المجمل العام. فالحقيقه طبعا احنا اولادنا النهارده في الايفنت مثلا في الفعاليات دي، ايه اللي يخلينا نروح مراكز الشباب؟ يعني الفعاليات دي كلها على مدار الاسبوع دي هتدور بعد كده في مراكز الشباب. مركز ضروري. شباب الجزيره، مركز شباب السلام، مركز شباب عين شمس. السبيكرز هيروحوا للولاد في هذه المراكز ويتحاوروا معاهم ويكلموهم. ده شكل جديد في الحقيقه، هو ده اللي اولادنا عايزينه. احنا نروح لاولادنا، مش احنا نحشدهم عشان يجونا ويسمعونا. ده مطلوب وده مطلوب. صح. بس برضو لازم يعرفوا ان احنا واقفين على بابهم بنقول لهم تعالوا ايدنا في ايديكم عشان نبني مصر ونعيد بنائها مره تانية. الجامعه الحقيقه دورها اصيل وفي خدمه المجتمع، ومن هنا كان الترابط الوثيق ما بين محافظه القاهره وجامعه عين شمس، بحكم ان هي الجامعه اللي تقع في نطاق جامعه القاهره. طبعا في الخبر الحقيقه لازم اقول طبعا محافظة القاهره توصل، لسه جاي في الكلام. لازم نقول الحقيقه عشان بس استكمالا للخبر، ان معانا جامعه حلوان، معالي رئيس جامعه حلوان موجود معانا، جامعه الازهر معالي الدكتور المحرساوي موجود معانا، مشيخه الازهر ممثله، هيئات كتيره ممثله. طبعا يعني انك تحشدي هذا الحشد في خلال 5 ايام على مدى فعاليات، الحقيقه ده مجهود كبير جدا. طب. جدا طبعاً. بقاله شهور احنا هنتابعه طبعا مع حضرتك طبعا خطوه بخطوه وموضوع موضوع، لان كل الموضوعات اللي حضرتك طرحتها حقيقي اللي احنا بننادي بيها طول الوقت. ده في موضوع مهم جدا لازم اقول لحضرتك، احنا بنحاول نوصل لاولادنا صوره مصر في الاعلام الدولي ايه. طبعا عشان يا اولاد خلي بالكم اللي بره ممكن يتكتب اي كلام مختلف عن الواقع اللي مصر بتعيشه. لازم انت تبقى عارف على مستعد عشان تبقى خط الدفاع. ان في صحافه مغرضه لما تكتب اكس او زد من الصحف الامريكيه
وتتهمنا بكذا او كذا، لا ده عشان يخدم الاجنده الامريكيه. صحيح. كلام ده لازم اولادنا يعرفوا. صحيح. صحيح. طب احنا حابين نختم مع الاستاذ عبد العظيم صدقي. وجه القاهره اتغير، شفنا القاهره الخديويه رجع. صحيح. بهائها الجميل وشكلها التاريخي الجميل. المشروع ده الخاص بتطوير قلب القاهره والقاهره الخديويه، يعني ايه الجديد فيه ورايحين لفين؟ هو حضرتك احنا طبعا سيادة المحافظ والأجهزة التنفيذية للمحافظة فعلا عملوا شغل متميز في منطقة وسط البلد وبالذات في منطقة القاهرة الخديوية. احنا الحمد لله انتهينا من تطوير شارع الشريفين، انتهينا من شارع الألفي، انتهينا من الممشى بتاع كورنيش النيل، شغالين في منطقة الكوربة وقربنا ننتهي منها في مصر الجديدة. في الجديد ان سيادة المحافظ اعلن في المؤتمر الصحفي ان احنا بمثابة عمل مشروع مسارات لاستخدام الدراجات في القاهرة. وبيجري التخطيط لعمل المسارات دي بالظبط يا فندم. لعمل المسارات دي، فده هيكون يعني مشروع جديد ومشروع حضاري اسوه ببعض الدول المتقدمه المدن المتقدمه. بس لو اذنت لي انا هرجع لحضرتك، سالت سؤال فيما يتعلق بدور محافظه القاهره في خدمه الشباب. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا حاجه اسمها برلمان الشباب. وسيادة المحافظ حريص ان هذا البرلمان اللي بيضم مجموعة من الشباب من مختلف الاحياء بيعرض افكاره، بيجي بيتناقش مع في المجلس التنفيذي. ازاي يعني اتقدم للبرلمان ده؟ البرلمان ده موجود وليه حضرتك المقر بتاعه في ميدان الاوبرا، مركز التنمية البشرية في ميدان الاوبرا. ومجموعة الشباب بيعرضوا افكارهم، بيعرضوا مشاكلهم. حلو. وفي نفس الوقت احنا بنوجههم ازاي المشاكل دي تتحل. عندنا ادارة اسمها تشغيل الشباب والخريجين. من خلال ان احنا بنتفق مع بعض الشركات، مع بعض المؤسسات اللي هي محتاجة عمالة، وبنرشح اللي هم الشباب اللي عنده قدرة او عنده المواصفات اللي بتطلبها الجهة دي. دي حاجة. الحاجة التانية حضرتك، علاقة المحافظة بالشباب علاقة قوية ودائمة، بدليل اهتمامنا بمراكز الشباب في الأحياء، اهتمامنا بمشاركتهم الإيجابية في المبادرات زي مبادرة خليك زي آدم للنظافة والجمال. المبادرة الجديدة الرصيف من حق المشاة، ده بنهتم برضو بالشباب. الوركشوب اللي هيتعمل زي ما أشار سيادة الدكتور أن من ضمن برنامج معا من أجل مصر، لا مش جلسات هتبقى قاصرة على مركز المؤتمر، مركز لا ده هننزل مراكز الشباب وهنلتقي بالشباب. فعايز أقول لا، الشباب هم عصب الأمة. وتوجيهات رئيس الدولة لكل مؤسسات الدولة هي الاهتمام بالشباب لأنهم هم الأمل الحاضر والمستقبل. بإذن الله. احنا بنشكركم شكرا جزيلا طبعا أستاذ دكتور طارق منصور مقرر مؤتمر معا من أجل مصر وكيل أداب عين شمس، والأستاذ طبعا العظيم الأستاذ عبد العظيم صدقي المستشار الإعلامي محافظة القاهرة. طبعا دايما لقائنا مع حضرتك بتنورنا دايما في صباح أون، نورتونا. ومهمة جدا 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 قصة برلمان الشباب دي. صحيح. فعلا روحوا وتقدموا، دايما بيبقى في ناس كده عندها أفكار حلوة محمد. صحيح. ومبادرات عظيمة تخدم البلد، مبادرات حتى لو عندك أفكار أنت شاكك في صحتها. ما بقاش في حاجه تخوف دلوقتي، روح اتكلم وعرض افكارك واسمع من ذوي الخبره ووازن. صحيح. وانت عندك عقل كده ما شاء الله، يعني احنا المصريين وصلنا لكل حاجه اعلى حاجه. صحيح. وازن ونتعلم ونشارك كمان في بلدنا. بنشكركم شكرا جزيلا، شرفتونا. مش هنبعد عن الشباب على فكره، هنسمع صوت الشباب بعد الفاصل. ومشروع للتخرج شباك 7 اول مجله سينمائيه تهتم بصناعه السينما وتفاصيلها. يسعد صباحكم مره ثانيه. وزي محمد قال مش هنروح بعيد عن الشباب وابداعات الشباب. ودايما بصراحه من احلى الفقرات اللي بنعملها في صباح اون لما بنشوف شباب صغير واعد وعنده افكار ودايما عنده يعني المثابره ان هو يحققها، خصوصا ان احنا لسه بنتعلم كلنا كدوله ومجتمع يعني ايه بقى عندك حلم وتحققه وتصر عليه. فحقيقي معانا دلوقتي الفقره عن مجموعه من طلاب في قسم الصحافه في كليه اعلام في جامعه القاهره اصدروا العدد الاول من مجله شباك 7.
وده مشروع تخرجهم ل 2018، وهتكون أول مجلة سينمائية بتهتم بالصناعة نفسها وبتفاصيلها مش بأخبار النجوم وحياتهم الشخصية. هنتكلم أكتر عن الفكرة والمشروع. هتكون منورانا في الاستوديو شروق مجدي، خريجة كلية إعلام جامعة القاهرة وعضو مشروع كمان مجلة شباك. يسعد صباحك. صباح الفل. صباح الفل عليك. نقول بقى الزميلة شروق مجدي طبعًا. ألف مبروك التخرج. دايما كده إعلام القاهرة مصنع للأفكار الجديدة. أنا متحيز طبعا. تحيز ده يعني في قسم الصحافة أو غيره. شباك سبعة، فكرة شباك سبعة بكسر الشين مش شباك، عشان أنا ما ينفعش أقول شباك. هي شباك سبعة، ده كان خلاف كبير بين أعضاء المشروع على فكرة. شباك ولا شباك؟ شباك ولا شباك؟ علمونا غلط في شباك سبعة. مجلة متخصصة زي ما أسماء قالت في السينما، لكن متخصصة بشكل مختلف، مش بس بتقدموا أخبار الفنانين، مش مجرد أخبار، لكن بتشتغلوا في موضوعات أكتر عمق كمان ليها علاقة بالصناعة أكتر. كلمينا عن الفكرة واشمعنى اخترتوا السينما تعملوا لها مجلة متخصصة في مشروع تخرج قسم صحافة. احنا في الأول كان عندنا أكتر من فكرة، بس كنا مقررين ان احنا عشان نطرح فكرة معينة ان احنا نشوف السوق الصحافة المصرية ايه اللي ناقص في سوق الصحافة المصرية بشكل حقيقي. فلما كنا بندور في مجلات السينما ما كانش فيه غير عدد ضئيل جدا من المجلات اللي متخصصة في السينما، ومنها كانت مجلة الفيلم اللي هي مجلة غير دورية، فمفيش حاجة دورية الصدور، مفيش حاجة تحقيقات عن الصناعة أو تقارير عن الصناعة. هي عبارة فن السابع أظن، فن السابع بتاعت أستاذ محمود حميدة، بس دي اتقفلت من زمان يعني. فما كانش في حاجه موجوده في السوق دلوقتي، فقررنا ان لا، احنا 10 معظمنا بيحب السينما بمختلف اشكالها، فليه ما نقدمش الحاجه اللي احنا بنحبها وتبقى بشكل مختلف واحنا عارفين انها تبقى اضافه للسوق. فقررنا احنا نعمل مجله سينما. ليه اخترنا شباك سبعة؟ شباك هنا عشان شباك التذاكر، وسبعة عشان السينما هي الفن السابع، فقررنا تبقى شباك سبعة. انا كان سؤالي على الرقم سبعة بس حلو، فن السابع. فن السابع. الفن السابع. طيب انتوا كانت الامور سهله يعني لما فكرتوا فيها؟ لا طبعا. يعني مش حاجه بقى سهله. احكي للشباب الخطوات مشيت ازاي. احنا في الاول كنا مفكرين ان احنا نعمل مجله عن الاماكن وانسانيه ماشي. الاماكن وحسينا ان الموضوع احنا عايزين لما نعمل مجله ما تبقاش مشروع تخرجنا ونوقفه، احنا عايزين نكمل في الشيء ده. طب الاماكن مسيرها في يوم مش هنعرف نلاقي لها مواضيع شيقه، فحسينا ان هي مش حاجه تنفع تبقى دوريه الصدور. ففكرنا بين الادب والسينما، ورسينا على السينما لان حسيناها حاجه فيها مجال اكتر ان احنا نعمل مواضيع كتير، فقررنا ان احنا نخوض في السينما دي. بقى نجيب محاور للابواب، ابواب مختلفه، ابواب تبقى عندها قدره على الاستمراريه. فكان الموضوع صعب شويه لغايه ما رسينا على فعلا ابواب تنفع تستمر طول الوقت، تنفع تبقى اصدار شهري او تنفع تبقى ويب سايت. كده شروق، واحنا بنتصفح معاك المجله ونقول للساده المشاهدين انه فعلا يعني شغل احترافي، ما بنتكلمش على طلبه بيعملوا مجله وخلاص، مشروع تخرج احترافي. كلمينا ايه عناوين الابواب، اخترتي ايه العناوين، الموضوعات كمان اللي اشتغلتي عليها في المجله؟ اكيد اكيد احنا اخترنا، طالما قلنا احنا شباك تذاكر يبقى نخلي الابواب على اسماء افلام. حلو قوي. فكان اول كان اول باب عندنا هو باب البوسطجي، ده اللي فيه الاخبار العاديه. حلو. بعدين البوسطجي طبعا. فيلم بحب السيما، كان باب بحب السيما ده لريكومنديشنز افلام مننا، لنسال الجمهور عن ارائهم في الافلام ولحواراتنا مع الفنانين عن افلامهم اللي بتنزل في السوق. بعدين كان في باب اشتباك، باب اشتباك ده عن الصراعات اللي قائمه في السينما، سواء بقى صراعات بين السينما وبين الافلام نفسها، او صراعات مع الرقابه، او صراعات مع مختلف الحاجات اللي في السينما. ثالث باب عندنا كان باب سكوت هنصور، وهو اللي منه الموضوع اللي اتنشر ده، كان يوسف شاهين طبعا. سكوت هنصور طبعا. سكوت هنصور كان مهتم بالصوره السينمائيه، سواء الصوره دي تصوير سينمائي او صوره فوتوغرافيا، ما حدش يعرف كتير ان في فوتوغرافيا سينمائيه. صحيح. وده فن مهم جدا وحاجه توثيقيه مهمه جدا. فكنا مهتمين ان احنا نهتم بالصوره. وبعدين عندنا باب اسمه رجل مهم جدا، وهو من اهم الابواب اللي انا شايفاها في المجله، وده بيتكلم عن اللي ورا الكاميرا. الصناعه كلها طبعًا. ازاي بتتم وازاي بنطلع نتفرج على المنتج النهائي. وكان عندنا باب اسمه العالمي. العالمي ده بيتكلم عن السينما العالميه، بس كان اهتمامنا فيه بشكل اكبر ان احنا ما نبقاش حاطين تركيزنا على هوليوود زي ما السينما المصريه زي ما الصحافه المصريه كلها بتقدم هوليوود. احنا كنا مركزين ان احنا نفكر في الصحافه السينما الافريقيه. السينما الافريقيه سينما مهمه جدا لمصر. السينما الاوروبيه، السينما الاسيويه مثلا زي ايران، الهنديه، بوليوود كمان بالظبط. فكنا مهتمين اكتر ان احنا نتجه للجانب ده. وكان في ملف في العدد هو سينما القاع، اسمه قاع المدينه على اسم فيلم قاع المدينه. وده بيتكلم عن سينما الواقع اللي بتنقل الواقع زي ما هو باي كلاس فيه. بس دي ابواب المجله. بص، في يعني احنا قاعدين نتكلم، انا قاعده اقلب في الموضوعات كمان والهيدلاينز يعني بتشدك يعني. الافلام المستقله بتحارب من اجل البقاء، والتصوير الخارجي ب 10,000 جنيه والامكانيات محدوده. يعني عناوينكم كده بتختاروها فعلا من الحوار، اكيد من الحوار نفسه، من قصته. طب انت بتحسي مثلا ان انت
مين اكتر ناس ممكن يستهدفوا قصه المجله، او ان انا عايز اشتري المجله هاخد منها ايه؟ بصي، هو كل هواة السينما هيلاقوا حاجه ليهم في المجله، وده عشان احنا اشخاص مختلفين اللي عملوا المجله، فكان كل واحد برضو بيحط الحاجه اللي هو بيحبها. فكل هواة السينما اعتقد ان هم هيبقوا مهتمين يقروا، هيبقوا مهتمين يشوفوا ريكومنديشنز او الحوارات مع الفنانين اللي عاملين حاجات في السوق. دي صور برضو من المجله كمان. موضوع من المواضيع ده، موضوع عن الفوتوغرافيا، ده الموضوع اللي اتنشر اللي هو توثيق الزمكان. الزمكان حلو. الزمكان ودي واحده من الصور، دي فيلم زقال مدق في المعز، في شارع المعز. طب عايزين موضوع الزمكان ده، لانه كان عامل قصه كده في السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك اللي احنا شفناه قبل الصوره دي اللي هي الزمكان. بالظبط كده. الموضوع ده احنا لما عملنا الباب المصور كنا عايزين نعمل حاجه تبقى ثابته في الباب، يبقى موضوع بينزل بشكل دوري. وانا كنت بشوف الفكره دي من وانا صغيره بره، ان هم دايما يعملوا مكات مثلا للمكان لهوجورتس مثلا بتاعت هاري بوتر عشان الناس تتصور فيه، او ان دايما الناس بيبقى عندها فضول ان هي تعرف الافلام اتعملت فين، فبيعملوا كولاج صور. صحيح. فقررنا ان احنا نعمل ده بس بشكل حيوي اكتر، ان احنا ننزل المكان نفسه ويبقى معانا صوره من المشهد. يعني مثلا خلينا بالصوره دي طبعا جامعه القاهره يعني كليه الاداب. فكنا بنتفرج على افلام ونحاول ندور على مكانها. حلو قوي. ده فيلم ايه بقى؟ فكرنا. ده فيلم باب مفتوح. باب مفتوح بتاع لطيفه الزيات الكاتبه العظيمه. طبعا الله، ودي ده في شارع الاهرام في الكربه مصر الجديده، الكنيسه اللي وراهم دي كنيسه البازيليك. فاحنا كنا من خلال مشاهده ان احنا بنحاول نلقط مشهد ده الناظر. الناظر علاء ولي الدين ده في متحف اسمه جاير اندرسون. فكره عبقريه، لذيذه. عبقريه. تحفه الفكره. فكنا بندور ان احنا نلاقي الاماكن نفسها. دي فين؟ ده ايه بقى؟ ده زقاق المدق، ده في شارع المعز. ده وراهم سبيل اللي وراهم ده نفس الصوره بنفس ايه ده بالظبط؟ نفس التكوين. حلوه حلوه الفكره دي جدا. دي عماره سميحه في الوساده الخاليه. روعه. ودي العماره الاصليه اللي كان بيصور فيها الفيلم. سميتوها ايه؟ توثيق الزمكان. الزمكان، الزمان عشان والمكان. الفيلم السينما بتوثق للزمان والمكان، ده واحد من المواضيع. ده موضوع من موضوعات الملف اللي هو فيلم مطلع عليه اسماء من شويه. طب وزعتوا نفسكم ازاي؟ احنا عارفين مشروع التخرج ده لطلبه صحافه واي طلبه في اقسام كليه الاعلام، ده بيبقى حلمهم من سنه اولى في الكليه، يعني ده الحاجه اللي انا هطلع كده واقول اسمي كان عليها، وممكن ناس كتير او شباب كتير قوي اشتغلوا حتى في شغلهم بعد كده واعتمدوا على المشروع اللي قدموه في السنه الاخيره من الكليه. طبعا. اعدادكم قد ايه؟ وزعتوا مهام الشغل ما بينكم ازاي؟ يعني كلمينا عن كواليس وتفاصيل الشغل. احنا 10 هم اللي عملوا المجله. احنا مشروعنا ما كانش مجله بس. مشروعنا كنا بنقدم ملفات خاصه لمجله الجامعه اللي هي المجله اللي تصدر عن الجامعه عادي. بالظبط. كنا بنعمل ملفات خاصه فيها. بدأنا الأول خلصنا الملفات الخاصة اللي كانت مطلوبة مننا، وبدأنا في فكرة المجلة. كنا لازم نقسم نفسنا إن إحنا مين هيبقى ماسك الجروب، الليدر الجروب، ومين اللي هيبدأ المحررين، مين هيعمل ديسك، مين هيعمل. كان دورك أشو؟ أنا الليدر. الليدر، باين قوي الليدر، وبنحيي الفريق كله، بس كلامك وطريقتك أنت ليدر. اتفضلي. وكان عندنا فريق ديسك، مينا وشريف هم اللي كانوا بيدسكوا المواضيع بعد ما تخلص. بيدسكوا المواضيع عشان ده مصطلح مش كل الناس تعرفه. إن هم بيراجعوا مراجعة لغوية وصياغة. مسؤول الديسك هو اللي بيراجع المواضيع. بالظبط كده. وكان عندنا امنه مجدي هي اللي اخرجت المجله فروم اي تو زي، يعني هي اللي عملت كل حاجه في الاخراج والجرافيكس. وكان بقى فريق التحرير بيقسم المواضيع ما بينه، يعني احنا لو عندنا 36 موضوع فكل حد عمل من 5 لـ6 مواضيع في المجله غير مواضيع الملفات. يعني حتى فريق اللي اشتغل سواء ليدر او اخراج او كده اشتغل في جزء التحريري اكيد. طيب شروق، انت قلتي انه انت مش هتتوقفوا عند مرحله ان ده مشروع تخرج وخلاص، احنا بنسعى ان احنا نكمل. بالظبط. ايه الخطوات بقى يعني اللي انتوا المفروض تتخذوها علشان انا اتابع واشوف وتبقى موجوده عندي كده بشتريها شباك 7؟ احنا عايزين نخليها ويب سايت مبدئيا، مش مجله مطبوعه، لان ده هيدينا فرصه الفيجوال كونتنت اللي هي حاجه هتضيف جدا في السينما، وهي اسهل للقارئ، القارئ اللي مكسل يقرا. ده اتجاه جديد كمان دلوقتي الصحافه. احنا عايزين نحولها ويب سايت. يعني. بالظبط كده. ومجله كمان عمر ما تكلفتها هتبقى محتاجه سبونسر كبير، وتكلفتها عمرها ما تتباع بنفس الثمن، وحوار هيبقى كبير يعني. فشايفين ان الويب سايت هتبقى فكره انجح كتير، وهتوفر لنا امكانيات اكتر في ان احنا نقدم صور اكتر، او ان احنا نقدم فيجوال كونتنت لطيف. عملتوا سيرش كده على المواقع المتخصصه في السينما؟ يعني عندنا السينما.com. عندنا نقص فيها شويه. السينما.com وهي بتهتم بشكل اخباري شويه اكتر، احنا مش عايزين نهتم بالاخبار قوي يعني. لان الاخبار موجوده. لكن النوعيه دي من طبيعه المضمون مش موجوده في المواقع اللي في مجالات فنيه اللي بتهتم بالفنون عموما او بتهتم بالفنانين، لكن مجله سينما في مصر لا، او موقع سينما في مصر. طب انتوا ممكن تبقوا سباقين في القصه دي. طبعا. نتمنى. اول ناس ان شاء الله. نتمنى باذن الله. وبعدين اول حاجه بقى هنعملها اللي هيكون
تعملوا الويب سايت. نعمل الويب سايت ونبدا ان احنا طبعا بالستاك اللي احنا عملناه في المشروع ونبدا نشتغل حاجات تانية. زي موضوع الزمكان انه يفضل ينزل منه كل فتره مجموعه صور للموضوع. زي مواضيع كتير زي ملفات خاصه كتير كانت في بالنا نعملها بس احنا كنا محكمين بملف خاص واحد نعمله. فعندنا يعني ستاك حتى افكار كتير ان احنا نبدا نشتغل فيها باذن الله. يعني في مناقشه المشاريع التخرج خدتوا مركز الاول ولا لا؟ مفيش مراكز في قسم الصحافه. مفيش مراكز صحافه عندنا في قسم اذاعه التلفزيون بس. طيب بس ده مركز يعني لازم ياخد مركز اول كمان متقاعد. في المناقشات الدكاتره المشرفين ممارسين العمل الصحفي تلقوا التجربه دي ازاي؟ لا هم يعني كانوا مبسوطين بينا جدا وكانوا شايفين ان احنا نبقى اضافه للسوق. وكان كلامهم ان دي من احسن المجلات اللي شافوها صدرت في السنه بتاعتنا يعني في مشاريع التخرج. فكان لا كانت مناقشه المشروع كانت لطيفه جدا جدا يعني لابعد حد. جميل. ناويين على ايه اللي جاي بقى؟ يعني حسيتوا في موضوعات محتاجه ان احنا نغذيها اكتر؟ موضوعات لا يمكن دي مش الناس مش مهتمه قوي او ما لهاش اقبال قوي. يعني متهيالي ان احنا اللي شفناه الصور المطابقه دي خيال عظيم بتاخدك للقطه اللي انت شفتها في الفيلم وتدخلك في عمق الموضوع تاني. فكره فوق الروعه يعني حقيقي فكره فوق التحفه. خصوصا انه كل الناس محمد اللي بيكونوا معاشوش الفتره دي تبقى ماشي مع حد سنه كبير شويه يقول لك ايه انت عارفه المكان الفلاني ده اللي اتصور فيه الفيلم كذا. فالخيال تحفه ان انتوا استخدمتوا الفكره دي. الفكره حسيت ان في افكار هتتطور. اشكر الشخص اللي صورها هو طارق زكي. هو من قسم اذاعه وكان عنده مشروع راديو وكان بيساعدنا احنا في التصوير لانه مصور. صباح على طارق زكي. صباح الفل يا طارق النجم بقسم اذاعه التلفزيون. أيوة. تسلم دماغك. واول مشروع يعني مشروع اول في راديو مفتاح صال. برافو عليك الله. يعني تسلم دماغك انك فكرت فكره هايله وتسلموا انتوا اللي نفذتوها. نزلتوا كمان التنفيذ مهم جدا. حسيتوا بقى ايه الافكار اللي ممكن تطوروها اكتر وايه اللي ممكن احنا يعني هي الفكره دي من اكتر الافكار المهمه لان الناس بتحب الفيجوال كونتنت اكتر. افكار اللي هي رجل مهم جدا. حاجات اللي ورا الكاميرا الناس طول الوقت عندها فضول تعرف الفيلم اللي بتتفرج عليه حصل فيه ايه عشان يطلع كده. ايه المونتاج ده بيعملوا فيه ايه؟ ايه التصوير؟ بنشوف دايما الاضاءه مش فاهمين دول مش فاهمين الناس دي بتعمل ايه. صح بالظبط كده. فدي من الحاجات المهمه قوي. ممكن من الحاجات اللي احنا مش عايزين نهتم بيها باكبر شكل هي الاخبار. الجانب الاخباري موجود في كل مكان لكن انا شايفه ان الناس هتبقى مهتمه اكتر ان هي تقرا ريكومنديشنز افلام هم ما بيجوش في بالهم يقروها يتفرجوا عليها. سوري افلام اوروبيه افلام اسيويه افلام هتضيف حاجه. سينما افريقيه بالظبط. كنت لسه هقول لك تدخلي سينما اخرى زي ما سموها كده نشوف ايه السينما في اسيا في افريقيا. وهم بيقدموا سينما كويسه جدا يعني قريب كمان من مزاجنا ومن شخصيتنا المصريه ان احنا نتعرف على هنلاقي الوان يعني السينما دي. لما كنا بنعمل حوار السينما الافريقيه فكنا بنتكلم مع رئيس مهرجان الاقصر السينمائي السيد فؤاد الجنات. فكان بيكلمنا ان معظم مخرجين الافارقه بيبقوا اول انسبريشن خدوه ان هم يدخلوا السينما هو مصر. اللي هو ده اتفرج على فيلم مش عارفه مين اللي فاتن حمامه وفضل عمره كله عايز يعمل فيلم زيه وما يعرفش مين فاتن حمامه اصلا. هو شاف الفيلم ده عشان كانوا بيعرضوه. جمال عبد الناصر كان بيعرضوه في الشاشات زمان عندهم. فازاي احنا اثرنا في السينما دي بس احنا دلوقتي ما نعرفش عنها حاجه. احنا خلينا تبقى موجوده بس احنا ما اهتمناهاش. طيب بس ما خصصوش ناس فحم. بس ما عندكوش مثلا حاجه ان انتوا توجهوا الكلام او زي ما كنا بنشوف زمان كده في مسابقاتنا وحاجات كده جميله في المجلات يدخل فيها شرايح كتير يعني. زمان كنا احنا لازم تبقي في سن معين كده عشان تبقي فاهمه في السينما وتحبيها وتركزي معاها. دلوقتي بقوا الاطفال سينمائيين اكتر مننا. احنا عاملين حاجات عن الدوبلاج وعن ديزني وعن بالظبط. انا شفتها دلوقتي عن الافلام العميقه والافلام المستقله اللي بتستهوى لاحضان العاميه المصريه بالظبط. الحاجات العميقه اللي بتستهوى الشباب الافلام المستقله والافلام الاوروبيه وفي نفس الوقت بنتكلم عن الافلام القديمه ومحمود بكر بيكلمنا عن تصوير الفوتوغرافيا. تستهدفي اكتر من شريحه عشان لكل الجنرز العمريه وكل مهتمين اللي بالسينما. طب شروق انت 2018 صحفيه زميله متخرجه و هنا بقى السوق لانه دايما اي حد متخرج يقول لك في الصحافه اتجه اكتر للصحافه الالكترونيه المواقع زي ما انت قلتي. شويه الصحافه الورقيه قل يعني ما بقاش حتى الطلبه والشباب يقبلوا عليها. انت شايفه سوق الميديا في مصر ازاي وانت خريجه شابه كده لسه الطموح عالي؟ هو اكيد فكره الويب سايت مش فكره وحشه لان هو التطور الالكتروني طبيعي احنا لازم نمشي معاه يعني. انا بفضل انا نفسي بحب لسه اقرا الورق لان انا بحب الحاجه الورقيه. بس اكيد الاسهل بالنسبه لك كشغل او انك تمارس. لا انا بشتغل اوريدي في موقع صحفي اعلام دوت اورج. تمام. فيعني ما بعدتش يعني بحب الحاجه الاونلاين ما عنديش اي مشكله معاه. شايفه انه بالعكس
هي حاجه بتضيف لك انك تقدر تشوف فيديو، تقدر تشوف الفيديو مصور، تقدر تشوف صور اكتر، تقدر تشوف جوده احسن كتيره. بالظبط، هي حاجه متواجبه مع العصر بشكل كبير. ومش شايفه ان هي حاجه بتقلل من قيمه الصحافه، بالعكس هي حاجه بتعلي من قيمتها، بتثريها وبتضيف ليها بشكل بس كبير. هي الفكره طبعا الدخلاء بقى فكره الويب سايت اللي انتوا بتعملوا ايه، انتوا بتقدموا اخبار عامله ازاي، وفكره الترافيك حتى اللي هم اللي بقى في النقابه او حقوقهم حتى الصحفيه حتى الان لغايه دلوقتي للاسف مفيش حد بيشتغل دوره بلاي. مهم جدا زي الصحفي الورقي ومنتشر ومؤثر أكتر. مؤثر كمان اكتر كتير، وبيبقى مطالب منه انه يبقى عنده اكتر، بيبقى اكتر من امكانيه الكتابه، وامكانيه ان هو هيدسك لنفسه، وامكانيه ان هو هيصور بنفسه، وامكانيه ان هو هيمنتج لو عمل فيديو، فهو مطالب بحاجات اكتر بكتير من الصحافه الورقيه يعني. حلوه المجله وعجبتني الافكار، عجبتني الموضوعات، عجبتني قصه الصور الواقع، يعني عارفه دخلتوا اكتر من الموضوع كده بجد فعلا في بعض. حلوين، نتمنى لك كل التوفيق، نشوف قريب كده الويب سايت ده يبقى موجود ونتابعه ونشوف موضوعاتكم الجديد، ونقول لكم كمان انه ده مور اتراكتيف، لا تشيل ده نحط ده. بس بجد نتمنى لك كل التوفيق كالعاده شباب المصري، شباب كلية إعلام تحديدا كلية إعلام جامعة القاهرة. لا بجد بحييك، كل التحية كمان لكل فريق العمل، لازم نحييهم طبعا في النهاية، اللي كانوا مع شروق العشرة الممتازين جدا المبدعين جدا، فرب دايما كده تبدعوا أكتر وتدونا طاقة إيجابية. أشكرك شكرا جزيلا، ونشوف شباك سبعة قريب على الويب سايت إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا يا محمد، وبنشكركم طبعا وشكرا جزيلا. وزي ما احنا كده ابتدينا حلقتنا النهارده بنحكي لكم قصص الشهداء العظيم اللي ما نقدرش نستغنى عنهم وما نقدرش ننساهم، ناس بتقاتل بالليل وفي الصباح طبعا بيعودوا باكفانهم. يعني احنا عايزين نفضل دايما لاضمين ما بين حق الشهيد اللي موجود على الارض وحق الجندي، وفي نفس الوقت قصص شباب صغير قد ايه مبدع وبيحب البلد، وفي نفس الوقت عنده طاقات جميله ايجابيه، فيبقى عندنا الجانبين نتعلم منهم. يسعد صباحكم. يسعد صباحك، ويسعد صباحكم مشاهدينا في كل مكان. صباحكم كده دايما زي ما بنقول خير وسعاده ومحبه. اشوفكم بكره ان شاء الله.